فخر يا فخر فخر. ايه عايز ايه؟ وانا كل ما احنا ناديلك هتتخلى عليا. انت ما بتحبش حد يناديلك خالص يا فخر. لا انا ما بحبكش انت تناديلي. طب خلاص ماشي يا فخر، بس الزق فيا بقى وخليك انا جنبك. انا جنبك اهو، فك نفسك معاك ولا يا يما نهار اسوح. امن يا لا امن، ها امن عشان المجانين دول ممكن يفرتكونا. مش اسمهم مجازيب مش مجانين. خلينا نعدي الليله الزباله دي على خير عشان نخرج من هنا على رجلينا. سيد انت سامع اللي انا سامعه ده فخر؟ لا مش سامع حاجه، مفيش حاجه. يلا ما تلبشناش امشي. انت مش سامع؟ لا مش سامع. يبقى انا اللي بيتنديه لوحدي يا فخر. في حاجه بتقول يا سيد يا سيد، وانا اللي سامعها لوحدي. ان الدهب بتنده عليا يا فخر. ان الدهب تنده عليك في العباسيه واحنا في الارياف. يلا استرجل كده ومفيش حاجه. يلا يلا يا يلا. فخر فخر يا اما دي بتنادي عليا انا كمان يا سيد يا فخر. انا هنا. دي دعاء اختك. دعاء اختك يا فخر مش النداه. يا جبان يا خواف. خواف خواف مش مهم، انا كان قلبي هيقف. دودو حبيبتي انت حاطينك في القفص ده ليه؟ حرام عليكوا سايبيني هنا كل ده لوحدي. يا دودو والله يا حبيبتي ما نعرف ان انت اتجننتي. ما نعرفش. لا 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 انا مش مجنونه ما تصدقهمش. والنبي يا سيد خرجني من هنا. حاضر يا اختي حاضر هنخرجها. هنخرجها والله خلاص. اه بقول لك ايه يالا، تخرج دعاء من هنا بدل والله ما شرح وشك نسايا. لو ما خرجتهاش من هنا هقتلك هقتلك. الحقني يا فخر يا زف. استنى هجيب خشب اشدك بيها. يا استنى خشب انت قلب الكهرباء يا فخر. تعال حوشها. والله العظيم دي لو بلعتك ما اقرب صوتك انا خايف. خليها تاخد دراعك بالراحه. هو في ايه؟ اه يا اما الحقونا الحقونا يا ناس. معلش يا دكتور، هو حضرتك متأكد ان احنا نقدر نستلمها ونخرج بيها؟ اه طبعا هي سليمة قدامكم ايوه زي الفل. مفيهاش حاجة زي الفل. مفيهاش اي حاجة ازاي بس يا دكتور؟ دي اكلت صوابع ايدي. ايه ده وريني كده؟ اهو ما هم خمسة اهم يا ابني. ايه ده هم مش المفروض 10؟ 10 الاتنين مع بعض. معلش لا مؤاخذة يا فخر انا بس عشان والله متوتر. ما توترناش معاك بقى وخلينا نسمع كلام الدكتور. يا اساتذة كل حاجة ولها تفسير علمي. هي ما كلتش بقى لها فترة. فمعناه انه هي لما شافتكم انتوا كنتوا وحشينها فحصل اختلاط في المشاعر، الجوع دخل في الاشتياق. طب وده تمام يعني طبيعي؟ اه طبعا عادي جدا. هتستلموها بس وتمضوا على انكم استلمتوها على مسؤوليتكم عشان انا ما اروحش السجن. اه احنا مش هنستلم البت دي الا وهي سليمه. هي سليمه قدامك اهي والنبي خدوها وامشوا بقى. اه يا دكتور هي سليمه وهاديه عشان انت ظريفها حقنه بنج تهدي طور. وبعدين لما مؤاخذه انت مكتفه ايه؟ ده انت مبرشمها. اه صحيح فكرتني. ما انت ما تفكهاش غير لما تيجي تستخدمها. هتلاقيها طوع وجميله وزي الفل، مش كده يا دودو؟ نهار اسود. هو انتوا مشرسينها يا دكتور ولا ايه؟ ابدا احنا مشرسينها ولا حاجه. اه انت عايز تسقينا العناب بقى وناخد البنت وهي ملبوسه اصلا. اسكت انت. انا قلت حاجه. ما انت هتقول انا عارفك. اسكت. بصت ايه بس؟ ما تخلونا نتكلم كلام علمي يا جماعه شويه. اه علمي؟ طب كلمني علمي بقى. البت دي صوتها تخن ليه؟ برد في الحنجره. اه برد في الحنجره. طب وعينيها بتقلب لفوق ليه لا مؤاخذه؟ برد في القرنيه. يا فخر يعني انت هتفهم اكتر من الدكتور؟ انت ايش عرفك؟ يمكن اللي بيجي لهم برد بيعملوا كده فعلا. ايش عرفني؟ انت عمرك ما جالك برد يالا؟ وبعدين انت اجمل واحد في العالم، مش خايف تروح بواحده ملبوسه على البيت؟ عشان ناخد الفلوس يا فخر، عشان نخلص من الليله الزفت دي. هي ان شاء الله كده اول ما تفوق من البنك هتشوفني وتشوفك وتشوف ابوها تقوم مدمعه واخدانا في حضنها وتقول لنا على مكان الفلوس. مش كده يا دودو؟ اللانشون اهو. ايه الفطار المرق ده؟ ده لا يحوق ولا يلوق. خلاص هشيله. لا 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 خلاص خليه خليه. استغفر الله العظيم يا رب. عايز حاجه تانية؟ لا يا ست متشكر مش عايز حاجه. ماشي. بقول لك ايه؟ يا ريت تعملي لي كوبايه شاي بالحليب عشان اعرف ابلع. مش انا دلوقتي لسه سألك عايز حاجه قلت لي لا؟ انت قلت لي عاوز حاجه ما قلتليش عاوز شاي بالحليب. حاضر. ولا اقول لك اعملي لي كوبايه شاي ساده عشان افوق بقى. حاضر. ولا اقول لك ما دام كده هتعملي وكده هتعملي اعملي لي شاي بالحليب عاوز ابلع. اخر كلام؟ اخر كلام. حاضر. تشرط عليا ليه يا اخويا؟ هي عامله لي ايه بس؟ هم جم. اعملي لي الشاي بالحليب. استنى دلوقتي. تعالي يا دودو تعالي، ما تشديش جسمك يا ماما وانت ماشيه كده عيب. تعالي يا تاج. عايز اعرفك على اختي دعاء المجنونه. ازيك يا دعاء؟ لا اصل الدكتور قال لي عشان هي واخده مهدئ لازم انا اعمل مكانها كل حاجه. ازيك يا ريتاج؟ ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله، مبسوطه قوي اني شفتك. وانا كمان مبسوطه قوي قوي. الله انت حلوه قوي. وانت كمان جميله قوي. الشاي بالحليب.
ما انا قمت اجيب لك الشاي بحليب لقيت بنتك اللي انت ما شفتهاش من سنين. انا ما شفتهاش من سنين، انا حر. مش انت شفتيها؟ اه. اعملي لي بقى الشاي بالحليب. سيد خش اعمل له الشاي عشان جبت اخري خلاص. ماشي. يا ريتاج يا ريتاج، ممكن تدخليني اريح شويه في الاوضه عشان انا تعبانه قوي؟ حاضر. تعالي يا دعاء دلوقتي هنايمك وهتصحي وهتبقي زي الفل. ماشي على الله التسهيل. هتكل انا بقى. خد هنا. رايح فين؟ هروح. هتروح؟ انت خايف بجد يا فخر ولا ايه؟ ايوه خايف يا سيد. اختك دعاء ملبوسه. يا ابني بطل جهل، احنا في 2019، مفيش عفاريت في 2019. ايه يعني اخر موديل منهم نزل 2017؟ سيد سيد ايه؟ الحاجة يا سيد، اختك طلعت ملبوسه. يا جماعه بطلوا جهل بقى، مفيش حاجه اسمها عفاريت. وبعدين ملبوسه ازاي يعني؟ بتمشي على الحيط ولا بتطلع نار من بقها؟ بتمشي على الحيط. نار اسوح. يا سيد اكيد في تفسير علمي للي بيحصل ده. طب يا ابو تفسير علمي هتنزلها ازاي؟ بالراحه عشان ما تغرقش. انت ماسك شبشب يا فخر؟ ايوه يا عم، عشان تلوش انت بالزعافه تقع قلبها انا على دماغها على طول. يا جماعه انا مش عايز ضربات على السجاده. بصوا لما تنزل امسكها انت بالزعافه، اصنقها في اي جنب من الحيطه وانا هرش عليها بيروسول. احنا بنصطاد اختنا مش بنصطاد بورس. يا سلام، ما انت عايز تصطاد عفريت بزعافه. اعمل ايه بس يا فخر؟ مش عارفين نجيب فلوسنا من البني ادمين، هنجيبها من العفاريت. يا جماعه احنا لازم نلاقي حل، لازم ناخد فلوسها. بس انا لقيتها. احنا نطلع دلوقتي على اقرب دجال يشوف لنا حل في البت دي. فخر فخر فخر. عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا خايف قوي يا فخر، المكان هنا مرعب قوي. خايف من ايه؟ مكاني اللي مرعب ده مكتب يا مكتب من ايكيا. بتخاف من ايكيا؟ ولا قبل ما الراجل يخش حاجتين، نهدى ونسترجل. وانا مش هادي؟ لا. ولا راجل دلوقتي؟ انت مش راجل اصلا، مش دلوقتي بس. يا اخي بتخلينا اتنرفز عليك يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. يا نهار اسود، شكله يخوف قوي يا فخر. ايه؟ ده لابس طاقية صوف. في ايه؟ ما في طاقية عادي. لابس طاقية يا فخر، خايف. اسكت اسكت اسكت. معلش يا عم الدجال، احنا كنا جايين لك بس عارف عشان عارف. انتوا جايين عشان اختكم لابسها عفريت وعايزين نطلعه صح؟ حي اكبر. حي. طب يعني مصلحتنا دي مقضيه بامر الله والعفريت ده هيطلع مقضيه ان شاء الله، بس الاول لازم نعرف اسم العفريت. وانا بالنسبه لي عملت اتصالات بالعالم الثاني، عالم الجن، وعرفت اسمه. طب واسمه ايه يا مؤاخذة؟ خالد. خالد؟ العفريت اسمه خالد؟ ايوه. خالد على طول كده يعني؟ مفيش عفركوش خالد او برتكوش خالد؟ يا ابني عفركوش وبرتكوش ده في الفانوس السحري. لو امري يا مصطفى. صح عندك حق، بس انا مؤاخذه يعني خالد ده احنا هنخرجه من اختنا ولا هنخرج معاه ولا ايه؟ مش هينفع يخرج من اختكم. مش هينفع اخرج من اختنا؟ ايوه. امال داخل عامل لنا فيها اندونيسي؟ وايوه والسلام عليكم. لا 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 يا فخر، لا ما تجننش يا فخر. بس يالا انا بعرف اتعامل مع الناس دي. اسكت خالص. معاك بتاع يالا؟ قول لصاحبك يسكت بدل ما اسخطه حاجه وحشه. شايف؟ ابوس ايدك يا عم الدجال. خلاص بقى مش كل شويه. انا لما عملت اتصالات عرفت ان خالد اللي لابسها ده بيحبها. طيب في سكه مع خالد؟ ليه سكه طبعا. بس للاسف مش هينفع يخرج لكم. انتوا اللي هتخشوا له. هنخش له في اختنا؟ لا طبعا. اسمع يا ابني انت وهو. عشان اختكم تخف لازم تروحوا لخالد ده. تروحوا له العالم بتاعه. عالم الجن. لما تروحوا له هناك برضوه. لا 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 مش هعمل الكلام ده. انسى يا فخر خالص. اسمع طب ده انا قاعد هنا خايف منه هو شخصيا. نسمع كده. عايزني اروح عالم الجن؟ انا مش هروح. انا كمان اتلبشت. مش هنروح. ايوه ما انا بقول لك مش هنروح، وانا بقول لك نمشي دلوقتي. بقول لك ايه يا عم الدجال؟ احنا مش هنروح عالم الجن ده لا لخالد ولا لغير خالد. طب والسحاوي؟ والفلوس؟ ما هيموتكم لو ما جبتوهاش.
حي. هو ازاي بيعرف كل المعلومات دي من غير ما نقول له يا فخر؟ هتروح ولا ايه؟ هنروح يا عمنا، هنروح خلاص. انت اتجننت يا فخر ولا ايه؟ انا مش هروح على عالم الجن برجلي، انا خايف يا فخر. انا بدات اتوتر، انا الخناقه جت لي يا فخر. خدوا الشنطه دي هتنفعكم هناك. لا مؤاخذه يا عمنا، شنطه ايه؟ واحنا طالعين عمره ولا هنروح عالم الجن؟ يا ابني بقول لك خدوها هتنفعكم هناك. طب معلش يا عم الدجال، واحنا هنروح عالم الزفت ده ازاي؟ عن طريق الكابينيه. كابينيه؟ ايوه. هي العفاريت دي لا مؤاخذه بتسكن فين؟ مش في الحمامات؟ العفاريت بتسكن في الحمامات؟ امال بتسكن في التجمع؟ انتوا الاثنين هتقفوا فوق الكابينيه وتصرخوا صرخه انثى وتروحوا دايسين على السيفون بالايد الشمال اللي يمين. السيفون بالايد الشمال اللي يمين. السيفون بالايد الشمال. حاضر يا مولاي. اللي يمين. السيفون بالايد الشمال اللي يمين. انتوا متأكدين ان الراجل اللي قالكم تنزلوا من الكبانيه؟ ايوه متأكدين، بس مش ده اللي قلقني. المشكلة ان السباكة في العمارة دي مش كويسة، فأنا خايف الكبانيه ده ما يوديناش عالم الجن. أمال هيودينا فين يعني؟ ممكن بعد الشر، بعد الشر يعني يودينا عند سلاحف النينجا. بص يا سيد، احنا ونصيبنا، احنا هنركب الكبانيه ومكان ما يقف هننزل. بس عارف لو وصلنا؟ أنا مش هركب عربيتي تاني، أنا هتحرك بالكبانيه بس. طب خدوا بقى شنطة الدجالة أهي، وخدوا السندوتشات دي عشان الطريق. طيب حطيتيلي المايوهات ومضارب الراكت في الشنطه؟ مايوهات ومضارب راكت ايه؟ هو احنا طالعين مرسى مطروح؟ احنا هننزل عالم الجن. طب يلا انا هركب هنا. يلا. لا يا حبيبي انا اللي هركب جنب الشباك. انا هركب وانا راجع. لا ماليش دعوه، انا بحب اركب جنب الشباك. انجزوا وخلصوا بقى. ننجز ليه وانت جاي معانا؟ لا عايز اخش الحمام. طيب يلا 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 بسرعه. يلا بسرعه يا فخر. مين اللي هيصرخ صرخه الانثى ومين اللي هيدوس؟ انت صرخ صرخه الانثى عشان صوتك رفيع وانا هدوس. ماشي، تشكرين يا عم سيد يا ابو الاصول. تشكرين. مش قصدي والله، بس انت صوتك رفيع فعلا. ماشي. انت بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ شكلك حلو قوي انت بتصرخ صرخه انثى. ماشي، طب انجز طبعا عشان ننزل بسرعه. يلا يلا دوس. استنى طيب. يلا هصرخ. صرخ يلا. يا ابني انا واقف لك على القعده اهو، هات ايدك هات. ايه ده؟ احنا خرجنا في حمام برضو. ايوه يا ابني، ما احنا ركبنا من حمام يبقى هنطلع في حمام. بس مفيش اي حاجه هنا تدل ان احنا في عالم العلم والجن. اسمه عالم الجن، ما تقعدش تقول العلم والجن عشان تخوفنا. بقول لك ايه، اسالني الواد اللي هناك ده اقول له ايه الدنيا. كابتن انسان. آه! عفريت بجد يا فخر؟ عفريت بقرون؟ يا نهار اسود، انت خدت بالك يالا؟ ده خاف مننا. لا مش لدرجه خاف مننا يعني، هو تلاقيه بس اتكسف لما لقينا واقفين عريانين في الحمام فجري. ايه ده؟ احنا واقفين عريانين؟ لا مش عريانين. طب امال بتقلقني ليه؟ بتقلقني ليه يا ابني؟ انا ناقص. مش طبيعي برضه يا فخر يعني ان عفريت يخاف مننا. يا حبيبي احنا عندهم فيخافوا مننا، زي ما هم يبقوا عندنا فاحنا نخاف منهم، فاهم؟ اه. انت كداب يلا ولا فاهم ولا زفت والله العظيم. بص يا بابا الموضوع بسيط، عامل زي دوري ابطال اوروبا كده، ذهاب وعوده، برشلونه على ارضها بتعمل ايه؟ بنخاف منها. واحنا لما تجيلنا برشلونه بنعمل ايه؟ بنخاف منها برضه. طيب يبقى احنا تمام يا بابا، في ايه؟ افتح لنا الشنطه دي، شوف لنا الدجال حاطط فيها ايه؟ شنطه الدجال؟ اه. ما هو انا سبت شويه حاجات منها في البيت قبل ما اجي. انت بتتكلم بجد؟ لا لا يا عم بهزر عليك واحد. انا قلت بس اقول لك مفارقه لطيفه كده يعني تخفف من عناء الموضوع اللي احنا فيه. طب انجز. طيب ايه؟ انجز افتح لها شوف لها الشنطه دي فيها ايه. في كتاب اهو. اه حلو، ده اكيد هيفيدنا في وقت. حطه. ماشي. الحاجه دي تحافظ عليها زي عينيك. ماشي.
وفي ايه ده؟ في زجاجتين. ايه ده؟ ايه دول؟ مش عارف ده غالبا عصير فراوله وده عصير بنطلون جينز. الفرقه دي؟ لا ما هو مفيش فاكهه زرقاء فخر. ايوه صح عندك حق. هي الصراحه كانت مفارقه بس لما لقيت دمها تقيل فقلت اخدها في الجد يعني. طيب ما تهزرش بقى هنا تاني. ما تهزرش هنا تاني. خلاص يا فخر. احنا مش واقفين في حمام الفور سيزو. احنا واقفين في حمام في عالم الجن. طب يا فخر اعمل ايه طيب يعني؟ يعني اقف كده ثابت كده وخلينا نشوف هنعمل ايه. زي ما بقول لك عندكم بني ادمين في الحمام. بني ادمين في حمامنا. دي حاجة غريبة قوي. اللي أنا أعرفه إن إحنا اللي بنطلع لهم في حماماتهم مش هما اللي بيطلعوا لنا. لا اسمح لي دول عيال عفاريت. ما هما ولا شياطين حمر ولا جن أزرق لونهم أبيض يبقى أكيد بني آدمين. أبيض. لا أنت شكلك تقلت العيار حبتين زودتها شوية. أنا مراقبك من الصبح على فكرة. وعموما أنا هاجي معاك الحمام عشان أأكد لك إن حمامنا نظيف ومطعمنا نظيف مفيهوش الحاجات دي. اتفضل. اتفضل. تعال 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 مفيش حاجة. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال واحد. عمر يا باشا. ما لمحتوش اي حاجه غريبه وانتوا في الحمام جوه؟ هو في اغرب من اللي احنا فيه ده؟ انت مش مستغرب؟ استغرب ليه؟ ده عفريت. واحنا عفريت يا سيد. احنا لسه بنقول السلام عليكم. ياد امك. حاجه غريبه زي ايه حضرتك؟ اصل الاستاذ بيقول ان في بني ادمين في حمامنا. بني ادمين؟ يمكن قصده علينا قبل ما ندهن. طب ما تكمل له الحكايه بقى. قول له على السحاوي وقول له على الفلوس واخواتنا وكل حاجه. زلت لسانه. زلت لسانه. النظار خدني بس. طب اسكت يا سيدي. انا خايف قوي خايف منه جدا. لو عييت هنا هيحرقوني. انا هتخنق من غير ما تتحياش. ما تتحياش خالص خالص. لا يا باشا هو الصراحه كان في بس حاجه غريبه بس انا اللي استغربتها هنا يعني على المكان النظيف ده. الشطاف كان بايظ شويه. شفت يعني مفيش بني ادمين الشطاف هو اللي بايظ. بعد اذنك ما تروجش اشاعات على مطعمنا لو سمحت. فضح حضرتك على ترابيزتك. اعدم قروني شفتهم جوه. ما خلاص يلا تاني انت يلا. ما قال لك مفيش بني ادمين يا امشي غور على ترابيزتك يلا. ماشي ماشي. منورين يا فندم. ربنا يخليك يا باشا. ينفع نخش ندفع حاجه؟ ادفع براحتك يا فندم. حبيبي يا ريس. بعد اذنك. اتفضل. صباح الفل مولعه. أو فخر عايز ايه؟ ولا قاعد هناك ده عفريت ولا جدي؟ لا هو اكيد عفريت. مفيش جدي بيقعد على الكرسي ويتكلم كده. هو انت ليه مش ملون تحت عينك؟ ولا ده اجهاد؟ يا عم الازازه خلصت مني. وبعدين لو حد سالنا احنا مقشرين ليه كده هنقول له ان احنا راجعين من الساحل. ماشي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. تشربوا حاجه؟ شوف كده هتشربنا ايه؟ اجيب لكم زفت، اجيب لكم قطران. ما تتكلم عدل يا جدع انت. انا مش فاهم ايه قله الذوق دي. يا فندم ده اللي موجود في المنيو. في زفت، في قطران سخن وساقع، في كمان مشروب اللهيب الغير كحولي، في كمان بقى سموزي جهنمي لذيذ قوي هيعجبك. انا هاخد السموزي الجهنمي اللذيذ اللي هيعجبني قوي ده. اوكي وحضرتك؟ لا يا باشا انا هاكل وبعدين اشرب. اوكي يا فندم. شكرا. هو انت اشمعنى طلبت المشروب ده بالذات؟ عشان ما بحبش بقيه المشروبات. فانت عارف ده وبتحبه يعني وجيت تشربه زي ما بتشربه هنا على طول. يا فخر ما تقطمنيش يا فخر. انا بملى مع الراجل عشان ما يفقسنيش. انت عارف ان انت اول ما تشربه هتموت يا سيد؟ بجد يا فخر؟ بجد يا فخر؟ ده ابتدى بزفت وقطران. قمت انت متفزلك ومتشملن ومختار الانجليزي، سبوسي اتش مش عارف ايه رحت مختار. شوف لنا الكتاب بس مكتوب فيه وهنوصل لخالد ده ازاي. ده شكله جدي جدي. ما تقعدش بقى تتسحل معاه. بقول لك ايه عايز تتسحل اكتر بص على اللابس اسود. يا دين النبي. ايوه انا بقول لك مش هنخلص بقى. هنبص دي شعرها ودي دماغها مش موجوده وده مش عارف عامل ازاي. مش هنخلص. اقرا لنا بقى الكتاب ده ايه الدنيا. بص يا اخويا الكتاب مبدئيا اسمه كيف تعيش مرتاح في عالم الاشباح. انت هتشتغلني ولا دي مفارقه من مفارقاتك؟ لا والله مش مفارقه خالص حتى ما تضحكش يعني. هو اسمه كده. خد اقرا. تمام تمام. لا 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 انت فهمت ايه؟ انا مش قصدي يعني اقول انك ما بتعرفش تقرا وتكتب. ما انت قلتها يا سيد. والله العظيم مش قصدي خالص ان اعايرك بانك جاهل. ما انت بتعمل كده يا سيد دلوقتي حالا. يا اخي انا عمري ما جت في دماغي الفكره اصلا انك امي. امي؟ انا مش امك يا سيد. بقول لك ايه؟ انا بعرف اقرا على فكره بس انا بكسل. لا هو الصراحه انا فخر انت بتعرفش تقرا. لا بعرف اقرا. طب احلف كده فخر انك بتعرف تقرا؟ ما ينفعش احلف واحنا في عالم الجن، وبعدين احنا لسه خارجين من الحمام. ماشي. اتفضل.
بص، أول حاجة بيقولها الكتاب لازم نبقى لابسين التوك اللي على دماغنا دي اللي هي القرون. احنا تمام كده. تاني نقطة، احنا لازم نقوم نتدهن دلوقتي حالا فخر. انت بتتكلم بجد؟ امال اللي في وشنا ده ايه؟ بوسة مثلا؟ سيد ركز في الكتاب بالظبط وشوف هنوصل لخالد ازاي. حاضر اخويا. اهو اهي النقطة دي، النقطة دي بقى هي اللي بتقول لنا ازاي نوصل لأي عفريت، اسمه وعنوانه وكده يعني. لازم نروح السجل المدني بتاعهم، قسم اللبس والتلبيس. حلو. شوف لنا بقى عنوان السجل المدني عندك. مش مكتوب، بس مكتوب قسم اللبس والتلبيس. أحلى سموزي لأحلى عفاريت في الدنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا باشا. ده جايب لك أم علي أهو يا عم كمان. اتفضل. تسلم إيدك، ده ليا أنا؟ ربنا يخليك تسلم. معلش يا باشا، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو فين عنوان السجل المدني؟ ده آخر الشارع بعد سينما جهنم الصيفي على طول. تمام يا باشا، هسألك سؤال تاني. تحت أمرك. هو بيفتح إمتى الصبح بالظبط عشان نلحقه من أول النهار؟ الصبح. لا مفيش حاجة يا باشا، شكرا خلاص أنا عارف. شكرا أوي. هاف أ نايس تايم. إيه اللي أنت بتتحبب تقوله ده؟ مفيش حاجة عندهم هنا اسمها الصبح، عندهم هنا الليل بس. يا سلام، أنت هتشتغلني أنا؟ أنت عمري طلع لك عفريت الصبح؟ أنا عمري ما طلع لي عفريت أصلا. يعني ما طلعلكش الصبح؟ يبقى بيطلعوا بالليل بس، يبقى ما عندهمش الصبح، عندهم ليل. يا ابن اللذينة، شوف لما بتشغل دماغك يا سيد بتبقى نور وبتفهم ازاي. بنكمل بعض يلا، بنبقى عاملين زي حسام وابراهيم كده. برافو عليك، تستحق بقى تنتحر وانت مستريح. شوف بقى هتنتحر بالسموزي ولا بام علي. لا انا مش هقدر اشرب ولا اكل الحاجات دي. لا بقى. لا انا هاكلك ام علي. لا لا جميله يلا. يا الله اكبر، دي قمر. يلا افتح بقى، افتح بقى. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه، ما هم عكس عندنا يعني، بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف، زي تايلاند كده، والعكس برضو. لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيله، يا دي النيله، يا حضره، دي رابع مره تعدي عليا واقول لك ان موضوع انك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي، مش قراري. وبعدين تعالى هنا، انت مين انت؟ شهادتك ايه انت؟ مؤهلاتك ايه انت عشان تلبس الهضبه ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه، عارفه ليه لازم البسه؟ ليه يا اخويا؟ عشان لو اتساب انا هيجي لي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مره اجي لك فيها، وانا سايب الورشه وقافلها في المرج. ارجوكي حاولي تساعديني. اولا عانسه، ثانيا ان شاء الله تكون جاي من جهنم. انا مالي لما تيجي الاستاذه فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف موضوعك. تعال لنا بعد شهر يا مدام. عانسه عانسه، انت اطرش قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم. اهو مسا وخلاص، اقمر الامر اللي احنا بس كنا جايين. عم مختار اعمل لي كوبايه زفت، عايز اظبط دماغي. وهات لي ميه نار معدنيه، اهم حاجه تكون معدنيه، ما بشربش غيرها. حارو نار في جتتك يا فندم. تسلم يا اخويا. ها معلش، كنا عايزين نسال بس على عنوان واحد. اسمه ايه الواحد ده؟ اسمه خالد ابو الوفا. مفيش اي حاجه تانية تميزه؟ هو لابس واحده اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا، خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تديني عنوانه بقى؟ لا الموضوع ده مش اختصاصي، لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده. عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس شهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا، انا مالي، انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده. الجو هنا برد قوي على غير عندنا. ايوه ما هم عكس عندنا يعني، بيبقى عندهم شتاء احنا بيبقى عندنا صيف، زي تايلاند كده، والعكس برضو. لو عندنا احنا صيف هم يبقى عندهم شتاء. يا دي النيله، يا دي النيله، يا حضره، دي رابع مره تعدي عليا واقول لك ان موضوع انك تلبس عمرو دياب ده مش تخصصي، مش قراري. وبعدين تعالى هنا، انت مين انت؟ شهادتك ايه انت؟ مؤهلاتك ايه انت عشان تلبس الهضبه ذات نفسه؟ يا مدام لازم البسه، عارفه ليه لازم البسه؟ ليه يا اخويا؟ عشان لو اتساب انا هيجي لي تعب اعصاب. يا مدام ده حلم حياتي من وانا عفريت صغير، وزي ما حضرتك بتقولي دي رابع مره اجي لك فيها، وانا سايب الورشه وقافلها في المرج. ارجوكي حاولي تساعديني. اولا عانسه، ثانيا ان شاء الله تكون جاي من جهنم. انا مالي لما تيجي الاستاذه فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف موضوعك. تعال لنا بعد شهر يا مدام. عانسه عانسه، انت اطرش قرف ده على الصبح اللي بعده. مساء الخير يا فندم.
اهو مسا وخلاص اقمر. الامر اللي احنا بس كنا جايين. اما مختار اعمل لي كوبايه زفت، عايز اظبط دماغي. وهات لي ميه نار معدنيه، اهم حاجه تكون معدنيه، ما بشربش غيرها. حارق نار في جتتك يا فندم. تسلم يا اخويا. ها معلش، كنا عايزين نسال بس على عنوان واحد. اسمه ايه الواحد ده؟ اسمه خالد ابو الوفا. مفيش اي حاجه تانية تميزه؟ هو لابس واحده اسمها دعاء. تمام. خالد ابو الوفا، خالد ابو اهو لقيته. تمام. طب ممكن تديني عنوانه بقى؟ لا، الموضوع ده مش اختصاصي. لما تيجي مدام فايقه من اجازه الوضع تبقى تشوف الموضوع ده. عدوا علينا كمان شهر. ايوه بس الشهر ده كتير جدا. انا مالي يا اخويا، انا مالي؟ انت هتوجع لي دماغي ليه؟ ورايا شغل قد كده. طب حضرتك متعصبه علينا كده ليه؟ انا مش فاهم يعني. متعصبه ولا متهببه؟ انت مالك انت؟ انت جاي تشوف مصلحتك ولا تطمن عليا؟ وبعدين نخلص بدل ما اوريك العين الحمراء. يما يما. وبعدين يا فخر هنعمل ايه؟ اديها رشوه. اديها رشوه؟ طب بعد اذنك يا فندم. ممكن اديكي رشوه؟ شو هو في كده؟ انت عبيط يالا؟ دي اسمها رشوه، يعني خش رش على طول. اديلها على طول كده من غير ما استاذنها؟ ايوه يا عم. مش الراجل ادانا فلوس في الشنطه دي؟ معايا فلوس. طب طلعها. انت كنت شايلها ليه؟ عشان تغيرها من الصرافه لما نرجع؟ امسك انت دول عشان ما تطمعش. ماشي. طيب وكده نيجي كمان قد ايه؟ لا كده الموضوع اختلف، عدي عليا كمان اسبوعين. طب وكده؟ لا كده تعدي عليا بكره. طب وكده؟ عيني على الدنيا وعلى حالة زمان ده. لا كده يا بيه، حضرتك هبقى اعمل لك برنت دلوقتي حالا، شايف الناس الكمل؟ دقيقة واحدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عفريت النهار؟ وامرني. ورشة لوستا خالد فين؟ الشارع اللي جاي على ايدك الشمال. تسلم لي يا حبي. عايزين نعمل اللي اتفقنا عليه بالظبط، نسترجل ونجمد قلبنا. ما تقلقش هنكسر الدنيا. نكسر الدنيا ايه؟ احنا نازلين في العيد. يا حبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوستا خالد بس. احنا لوستا خالد. انتوا مين؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا عفريت النهار؟ وامرني. ورشة لوستا خالد فين؟ الشارع اللي جاي على ايدك الشمال. تسلم لي يا حبي. عايزين نعمل اللي اتفقنا عليه بالظبط، نسترجل ونجمد قلبنا. ما تقلقش هنكسر الدنيا. نكسر الدنيا ايه؟ احنا نازلين في العيد. يا حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي كنا عايزين لوستا خالد بس. احنا لوستا خالد. انتوا مين؟ انا اوك. وانا اورتيجا. مروني. كنا عايزين بس نتكلم معاك في موضوع على هداوه كده. موضوع ايه؟ من الاخر كده، البنت دعاء اللي انت لابسها دي تخصنا، وعايزينك تخرج منها عشان ما نعملش معاك الغلط. اللي انتوا ما تعرفوهوش بقى ان دعاء دي تخصنا انا، وانا معايا ورق يثبت كده، وشكل انا بقى اللي اعمل معاك الغلط. ارجع يا ما تضيعش نفسك عشان واحد تافه زي ده شتمك خالص. ما تعملش كده. ما تخافش منه يا ده، خش وقشي وكراتين فاضيه. يبقى انت بقى كده ما سمعتش عن كابتن خالد ابو الوفا. اوعى تكون فاكرني من عفاريت السيكي ميكي اللي بيسكنوا الحمامات ولا الحتت المهجوره. يا ده انا جايبها من تحت، ده انا جني سفلي. يالا ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. ايه؟ ما تشعلش اللهيب وترجع تخيب. خد بالك يا الواد ده قريب محمد رمضان. وفي واحده كمان. ايه؟ ما تولعش النار وتعمل حوار. لا ده كده قريب بوشه. واقدر اقول لك كمان يا راجل. ولا اخشى عيار. اتسحب اتسحب. اقلع التوكه يالا. ايوه احنا بني ادمين. انصرف انصرف. صرخ زي ما انت عايز، محدش هيسمعك. وعلى فكره
محدش يقدر يشوفنا ولا يسمعنا غيرك. ايه ده بجد يالا؟ انا بقوله كده بس عشان يخاف. انت بتسحني وراك ليه؟ انت بتسأل دلوقتي ليه اركب نمرة؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ احنا نقدر ندخل اي مكان ونخرج منه عادي عادي عادي. وعايزين مني ايه؟ ولا خلاص يالا، ما هو قالك يالا انت غبي، عايزينك تخرج من دعاء اختنا. دعاء مين؟ اختنا. اختكو؟ ايوه. انا اسف جدا. اتفضل 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 اتفضل. انا بعتذر جدا عن اللهجه الشديده اللي انا كنت بتكلم بيها. انا اسف جدا يا عمي. بلا عمك بلا ابنك، لخص. انا عايز اقول لحضرتك ان انا فعلا بحب دعاء وما اقدرش استغنى عنها. ايوه بس انت عفريت وهي انسانه، ما تركبش يعني. انا عارف انها ما تركبش، بس انا محوش قرشين وهسافر لبنان واعمل عمليه وابقى انسان. ايه ده، هم في لبنان بقوا يعملوا العمليات دي كمان؟ اه ده في ناس كتير عاملين العمليه دي وعايشين وسطكم وانتم مش حاسين بيهم. زي مين يعني؟ زي اسقس وحمدي المرغني ونص بتوع مسرح مصر. ايه بس اعتقد حمدي المرغني ما عملش العمليه دي. حمدي عملها وفشلت. اقسم بالله انا قلت ان وشه ده مش وش بني ادم ابدا، ده بيطلع قدامي على التلفزيون في مسرح مصر بحس انها بتفرج على فيلم رعب. انا عايز اقول لك يا عمي ان انا هعيش دعاء عيشه انسانيه سعيده جدا. على فكره بقى فخر، انا بدات اقتنع بيه، بس ما تزعلش مني يا خالد. اتفضل. واضح ان مستواك الاجتماعي اقل مننا شويه. ايه ده، هو اللي فارق معاك مستوى الاجتماعي بس؟ طب على فكره بقى مستوى الاجتماعي ارقى مننا بكتير، احنا شحاتين. انا عايز اعرف حضرتك بس ان انا املك شقه 150 متر 3 غرف، ده اول حاجه. تاني حاجه عندي فكره مشروع تاكلنا الجمر، الا وهي محل لبس. ايه ده، بناطيل وتيشيرتات وكده؟ لا يا فندم، محل لبس، لبس بني ادمين. اه يعني اللي بيخش بيتلبس؟ بالظبط. على فكره بقى فخر، انا اشتريت، هو ده العفريت اللي اقدر اطمن على اختي معاه. بص يالا، احنا ما عندناش بنات للجواز، وهتخرج منها يعني هتخرج منها. طلبك انت اللي مرفوض يا عمي، وانا اسف جدا. المقابله انتهت عشان عندي شغل، وعايزك تبلغ دعاء رساله انها لو قررها ان هي فعلا تسيبني انا هسمع توشيح واتحرق، واللي يحصل يحصل. انت ايه يا اخي؟ ايه؟ شفت عملت ايه في اتنين بيحبوا بعض؟ خلاص يا فخر اسف، اسف فخر. انتي عارفة يا ريتاج، انتي حلوة قوي، انا نفسي ابقى حلوة زيك كده. والله العظيم انتي زي القمر، بس انتي محتاجة شوية مكياج، فورمة حلوة. والنبي سيبيلي اعملك فورمة، انا جامدة. انتي جامدة؟ معدية. الله، انتي مش شايفة الفورمة اللي انا عاملاها دي؟ مش من فراغ. طب انا من ايدك دي لايدك دي اعملي فيا كل اللي انتي عايزاه. بجد؟ طيب مبدئيا كده احنا هنطبخ. ماشي. صندريه. صندريه؟ لا مش فاهمة. اصفر نحاسي. الله، ده هيبقى حلو قوي. مالكيش دعوه بيها يا بنت، انت انا بحبها كده شعرها اسود. ايه ده، ايه الصوت ده؟ لا ما تقلقيش خالص، ده خالد جه. اعرفكم بقى على بعض، خالد ريتاج مرات اخويا. اهلا يا بنت. اهلا وسهلا جدا يا استاذ خالد. طيب اسيبكم وامشي انا بقى، انا قلت اجي اشقر كده. وانت، انا في الورشه، لو عوزتي حاجه نادي عليا. ماشي يا استاذ خالد، لو عوزت حاجه هقولك على طول. ما بكلمكيش انت يا بنت. روح الحمد لله. مشي. مش خايفه يا دعاء؟ لا لا خالص، ده انا اتعودت على خالد، ده طيب قوي وغلبان، ده حتى غرضه شريف. انت خايفه ولا ايه؟ انا عملتها على نفسي. لا لا ما تقلقيش منه خالص. ماشي، ما دام انت رايقه بقى ما تقولي لي على مكان الفلوس، نقسمها عليا انا وانت ونخلع. ماشي هقول لك، انا اول ما خدت الفلوس. انت هتقولي لها يا بنت انت اتجننتي؟ لا لا خالص يا خالد، بس اصل هما مزنوقين ومحتاجين الفلوس. بلا ازمه بلا ما ازماش. وانت يا بنت انت مالكيش دعوه بيها تاني. حاضر يا استاذ خالد، حاضر. وبحبها كده شعرها اسود، تمام؟ تولع. هي بقى هتعملي لي الانتريه اللي قلتي عليه في شعري؟ لا انت كده حلوه قوي، اتفضلي قومي بقى. ولا اقول لك، انا اللي همشي براحتك، اتفضلي خالص. مش عارف الواد خالد العبيط ده يعني، دونا عن حريم الدنيا والاخره كلهم والانس والجن، راح يختار اختك دعال دي ويقوم لابسها. ازاي خالد ده مش خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ عندك حق. ايه ده؟ ايه؟ هيخاف من ايه؟ خايف يتجوز واحده ملبوسه؟ يعني لو قعد معاها بالليل مثلا ممكن يطلع له حاجه تتحول عليه تاكله.
تاكله ازاي يا بابا؟ ده هو اللي لابسها، يعني هو اللي جواها. ركز يا سيد، لو سمحت لم الدنيا معايا كده وطلع الكتاب وشوف لنا مكتوب فيه ايه. اقعد اقطم فيا انت كده يا فخر. معلش عشان باخد ودي معاك في الكلام وانت بتقطم فيا يا فخر. معلش انا هطلع الكتاب فعلا عشان اقرا فيه واشوف حل يرجعنا من هنا واخلص منك خالص بقى يا فخر. ايوه صح، برافو عليك، تخلص مني وترجع للعالم بتاعك الجميل اللي انت فيه مندوب مبيعات ناجح. صح، برافو عليك. ايه ده؟ بص ايه البند ده، حلو جدا. طب ما تقراه يا ابني. كيف تختفي في عالم الجن عن طريق الحزق؟ تعرف تحزق يا فخر؟ دي مفارقة؟ لا والله مش مفارقة ولا حاجة، هو مكتوب هنا اهو: إذا حزقت بضمير ففي خلال ثواني تكون قد اختفيت. تعرف تحزق؟ يا عم بعرف أحزق بس أنا ما عنديش إمساك. مش الحزق بتاع الإمساك، الحزق اللي هو كده ده. حلو، ما دام أنت عارفه يبقى عاملها يلا. طب ما تجرب أنت يا فخر. يا ابني انت اللي اكتشفت الموضوع، يعني انت المكتشف، يلا جربها. مش خطر يا فخر؟ لا مش خطر خالص، وحتى لو خطر محدش مات وهو بيحزق يا بابا. يلا طيب ماشي، بس انا بقى نجرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا عندي افتاء بس فده. يلا يلا يلا. ايوه يلا كمل يلا. صح، انجز. ايه ده يلا؟ يخرب بيتك، انت عارف ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت قعدت تظهر وتختفي كده، تظهر وتختفي. احزق حزقها حلوه بقى يمكن تختفي. هي بس مش قادر، نفسك انا هيتقطع. معلش حزقها حلوه يا سيد. والله نفس اتقطع كان هيجيلي افتاء. الله يلا يلا. طب اخد نفسك. لو خدت نفسك مش هتعملها. طبعا حزقها حلوه بقى من بتوع سيكا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. سيد ولا سيد افخ. انا مش شايفك دلوقتي، انت اختفيت خالص. بجد انت مش شايفني؟ مش شايفك خالص والله يا سيد. طب خلاص بقى ارجع يلا. ارجع ايه؟ ما اعرفش ارجع ازاي، ما قريتش ده في الكتاب. الله يخرب بيتك، طب ليه ما كملتش اخر سطر يا ابني عشان تعرف طريقه الرجوع؟ وخلاص اللي حصل بقى فخر. انا خايف اهو فخر، وحجري خنقه الخنقه. ما ينفعش تعيا هنا، ما ينفعش تعيا خالص هنا يا سيد. اهدى كده، خلينا نشوف هترجع ازاي. طب كمل السطر كده في الكتاب وارجع. ما هو الكتاب برضه مختفي، فالصفحات مش باينه، مش عارف اقرا. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. طب بقول لك يا سيد، معلش جرب اخر حاجه، احزق حزقه كمان كده يمكن ترجع. ده احسن اموت بقى خالص المره دي. يا عم ما تخافش، جرب بس احزق حزقه كمان. بس انا هجرب. رجعت اهو. بس بقول لك يا فخر، جامده قوي. ما تحورش، والله العظيم جامدة جدا. ده انا شفت حاجات عمري ما شفتها في حياتي. بجد لازم تجربها بنفسك. يا عم مش عايزين نضيع وقت بقى، خلينا نخلص يا سيد. انا بفخر، جربها مره واحده بس يا ابني. انا كمان والله نفسي اجربها، بس مش عايز نبقى بنلعب يا سيد واحنا عندنا شغل. يعني يا فخر ده هي مره يا فخر، ده انا نفسي اشوفك وانت بتختفي، عمري ما شفتك وانت بتختفي يا فخر. مرايه مره والله مش هطلبها منك. ما تقعدش تعيد. مره خلاص تمام. يا ابن الحزيقه، ده انت اختفيت في ثانيه ورجعت في ثانية كمان. هي دي بقى مستر الرياضي لما يحزق. شفت بقى؟ بس في سؤال معلش. اللي احنا عملناه ده هيفيدنا بإيه؟ هنقدم في السيرك مثلا، هنعمل الكور كده، هننام على مسامير عريانين، ده هيفيدنا بإيه؟ ها؟ ها؟ شوف الكتاب يا سيد مكتوب فيه إيه عشان نخلص من المكان اللي احنا فيه ده ونرجع تاني. يلا يا سيد. ممكن قبل ما أشوف حاجة مفيدة في الكتاب نعملها أعمل حاجة واحدة بس الأول؟ ودي هتساعدنا؟ إن شاء الله. طب يلا يا بابا. أقسم بالله عارف إن أنت عيل تافه وهتعملها تاني. اخلص يا سيد، ما عندناش وقت. مفارقة. أنت هتستهبل يلا؟ بتهزر معايا ليه؟ ما أنا دي مفارقة. مفارقة إيه؟ لا ما تعملش مفارقات. إنجز، خلينا نمشي من هنا. حاضر يا عم. طب إيه ده بس يا فخر؟ انا اسف والله، انا بتخض يا سيد. انا معرفش ان انت جبان وخواف وهفق والله يا فخر. طب اقعد، طب عشان ما تضحكش هنا على الترابيزه. طب بما انك اتخضيت لما طلعت من وراك فجاه ومتخضك، جالي فكره جامده جدا. ايه؟ طب ما نروح للواد خالد ده البيت، نسكنه له، كل شويه نختفي ونطلع نخضه، نختفي ونطلع نخضه زي ما خضيتك دلوقتي بالظبط، لحد ما يزهق ويخرج من اختي. يخرج منها نسألها على فلوس السحاوي، ناخد الفلوس
نديها للسحاب ويا دار ما دخلك شر. تسلم دماغك يا سيد. لا ولسه ده الكتاب ده مليان بلاوي، ازاي بقى تطلع نار من بقك، تشوف بودانك، رجلك تبقى رجلين معزه. شوف يلا لما بتفكر افكار حلوه ازاي بتبقى قمر. حتى طريقه كلامي بتختلف معاك، بكلمك بالراحه. انا عايزك بقى تفكر افكار حلوه على طول كده، ما تعملش حاجه غير ان انت تفكر افكار حلوه. خلينا بقى يلا نروح لخالد عشان نرجع. نرجع تاني هنا على القهوه؟ ليه انت مستني حد؟ ممكن يا سيد بعد ما تفكر فكره حلوه ما تتكلمش وراها؟ اقول لك اعمل اخص اقعد بعد ما تفكر الفكره الحلوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عندي مفاجاه تانية ليك هنا. وريني. في طريقه اختفاء اسهل من الحزق. الله ينور عليك يا ابو السيد، قولها لنا بقى. بص، بتعمل بتحط صباعك كده في ودنك دي وتلفه ثلاث مرات. تمام. انا لفيته مرتين فعشان كده ما اختفتش. ماشي. اه دي احلى يا عم واسهل يا عم. اه يلا. ايه ده؟ فخر انت فين يا فخر؟ انا اهو يلا يا سيد قدامك اهو. طب شاور لي كده عشان انت مختفي ومش شايفك. اهو يلا اهو انا اهو انا اهو في وشك. انت الواقف مختفي ده وبتشاور؟ ايوه انا اهو شايفني؟ يا ابن اللذين برضه اختفيت بسرعه قوي. ايوه يا ابني ما انا بقول لك عشان رياضي. طب تعالى بقى نعمل بروفا على اللي هنعمله في خالد. ماشي. احنا عايزين نزود العفاريت اللي هنا في الشارع. حلو. شايف العفريت اللي هناك ده؟ ايوه. عايزك تقوم تكرته على قفاه من غير ما ياخد باله، فهو هيلف مش هيلاقي حاجه. انا اتعجبت ضحك. ايه ده؟ انت بتسلم عليا انت شايفني؟ لا مش شايفك بس متوقعك. ماشي تمام. انا هقوم ارزع الواد ده قفا عبود ابلعه سنانه. اقوم امشي بالراحه. ها حضرتك يا عبود. اللي انت عملته ده ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ هو حضرتك شايفني؟ انت بتعميني كمان؟ تعالى انا اوريك. لا يا باشا مش بعميك والله. انا غلبان يا باشا والله غلبان. انا مش من هنا يا سيد. سيد ادوني فرصه احزق بس يا جدعان. يابا ابو خالد. يابا ابو خالد. ايه يا خالد يالا؟ بتعمل ايه يالا؟ يابا كل مره تخدني كده يابا. فين الشيرز الاحمر بتاعي؟ باص في الغسيل وانا ميت. انت بتتكلم جد؟ يا اللي على الراجل جوه بينسى. خليك لينا يا حاج. ياما نفسي ترتاح بقى يا حاج من الشقه ده. انت اللي شايل البيت ده كله من ساعه المرحومه. يلا اللي ليا يجيلكوا يلا. انت واختك على قروني. وهي راحت من شويه يا حاج. المهم هتغدينا ايه النهارده؟ فيلم هاني يستاهل بقك. سلام. خد ده اراضي الورشه بتاع امبارح، حوشهم لي مع اللي قبلهم. يا واد ضيع وشابل على نفسك يا هاني. تمام يا حاج، لو عوزت اي حاجه هقول لك، المهم بس ابقى راضي عني. راضي. يلا استأذن انا بقى. مع السلامة. اجعل لك في كل خراب عفريت. فخر مش وشه فخر، انا قلبي مقبوط وغالبا كده البيت ده ريحه مش حلوه. غالبا؟ ما طبيعي يا ابني، البيت مسكون عفاريت. هو احنا جايين درس كيمياء يالا؟ يعني البيت ده مسكون؟ يا نهار اسوح ده هيل بوي. الواد خالد ابوه طلع هيل بوي يالا. اه انت مش مستغرب انه هيل بوي؟ انا مستغرب ان هيل بوي بيلبس جلابيه في البيت ده. هنخوفه ازاي ده؟ احنا نخوفه؟ ده انا خفت اخش الفيلم. ولا ما تخافش ما تخافش. اجمد يالا اجمد، احنا على حق. انت هتتصرف يعني؟ لا اتصرف ايه، خش انت ماليش دعوه. خش انا اخش وراك. خرف ولا ايه؟ سكرك كام يا حاج هلبوي؟
يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. الله 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 الله. انتوا ايه يا ابني وعايزين مني ايه؟ احنا من الانس وعايزينك في مصلحة. مصلحة ايه؟ سيبوني في حالي، انا عفريت كبير مش حمد بهدلة. قول لك خالد ابنك يخرج من دعاء اختنا اللي هو لابسها. احنا مش بتقول الكلام ده خالص. ابنك لو ما خرجش هنخرجه بالحنجل والمنجل والجبنة والزعتر. زعتر لا زعتر لا. يا نهار اسود، احنا قتلنا هيلبوي ده، سبايدر مان ما عرفش يعملها. يا اسطى خالد ده خراب بيوت مستعجل ده، انت هتسلمني المخروبه دي امتى يا اسطى؟ بص علاء، العربيه دي ولا شهرين كمان. يا خبر ابيض، شهرين كمان ليه يا اسطى؟ يبقى سنه وشهرين حرام عليك. ما انت لا مهمل في عربيتك علاء. الله، اولا انت عديت على بركان او حاجه زي كده بوظت لك العفشه خالص، في حمم بركانيه لازقه في بيت المقص مش عارفين نخرجها، مش هسلقك انا برضو. ثانيا المساعدين متدمره، يعني انت لو مشغلها اوبر مش هتعمل فيها كده يا اسطى. دي بتهدف كده معرفش بتروح مني فين. طب قول لي اعمل ايه؟ لا الحدفه دي بقى ظبط زوايا واتزان، مكنه بايظه عندي. يعني ايه؟ انا عامل معاك واجب. ابوس ايدك. بص، في واحد ايده تتسلسل في حرير اسمه سعيد ولعه. قول لي طريقه فين؟ ابوس ايديك يا صاحبي. بص، شفت القشره الارضيه؟ تمام. هتعديها. هتخش على ميدان الشيطان الرجيم عند الفخوره كده. عند الفخوره. تمام. هتسيب اول شارع وتخش شارع ابليس في اول شمال. روح هناك بس قول له انا جاي لك من طرف استخالة، ده عامل معاك الغلط. طب ما فيش اي عماره. طب يا اسطى يابا اشهر من نار على العالم. حبيبي يابا، انا هقول انا من طرف خالد. ايوه، احلى مسا عليك. احلى مسا على قرونك يا زئر. ده ايه ابويا ماله يا بابا؟ يعني انت جايبني من الجامعه على ملا ارني عشان خاطر تقول لي ان انسي طلع لك؟ انسي ايه بس يا بابا؟ ما انسي اللي عفيتي حبيبي. يا بنتي انت عندك ليه زي البني ادمين مش لما تصدقي؟ بقول لك حضروا وقعدوا يخبطوا ويرزعوا وكلموني وفي الاخر ظهروا لي كده عيانا بيانا. يا حبيبي انت بس تلاقيك مرهق شويه فتهيأ لك، وبعدين انا ما بصدقش في حوار البني ادمين ده، ده جهل وتخاريف كده وشعوذه. ابويا فين ابويا؟ مالك يا ابا؟ انا اول ما عرفت جيت جري. ايدك ابوسها. هي ايدك كانت كده ولا دي بالخضه يابا؟ جت بس افوار يالا، ايه اللي سابك شغلك وجيت يالا؟ زي رضا كلمتني قالت لي ان انت مغمى عليك، انا كنت في الورشه بصراحه وبفكر ان انا يعني انفض لك، بس حسيت ان شكلك بقى مش حلو، ايه اللي حصل يا حاج؟ مفيش حاجه حصل. لا حصل، قال ايه بيقول لك شاف بني ادمين. ها؟ وشكلهم كان عامل ازاي البني ادمين دول يابا؟ يا ابني ما تلبسش جتيتي. معلش اقرص على نفسك بس وقول لي. واحد يا ابني كده اعوذ بالله من تختخ مهوت وشعره خفيف ووشه يا خالد وشه بيبي فيس. وايه بقى؟ ولونه مش هصدق لونه. لونه ايه يابا؟ ابيض ابيض ابيض. اه والتاني؟ والتاني كده سحنته غريبه قوي قوي، اسمراني كده ومسلوح كده اهوت وحاجه كده غريبه قوي، وسحنته وشكله يقطع خميره من البيت. وقال لي كلام كده مش مفهوم، قال لي قول لخالد ابنك يطلع من دعاء بنتنا اللي لابسها. هو انت لابس حد يا خالد؟ البس مين يابا؟ انا عندي اخت بنت، اخاف تردني. جدع يا خالد انت بيتي جدع. افضلوا بقى اتكلموا عنهم وجيبوا سيرتهم وهم اصلا بيجوا على السيره. ما تخافش يابا، ما تخافيش يا فريده. انتوا بقى اللي ظهرتوا لابويا وعملتوا فيه كده. احنا نقدر نطلع في اي مكان وفي اي زمان لحد ما تنفذ اللي اتفقنا عليه. اللي اتفقنا عليه. اللي اتفقنا عليه. ما تخافش يابا، دول على هبل. هبل؟ طب بعد اذنك ثانيه واحده اتفضل. هو احنا شكلنا هبل فعلا؟ ما انت عمالك. ايوه شكلنا هبل. طب انا بقى قريت حاجه في الكتاب هتظبطهم. احنا هنروح للبيت هندخل. انت هتحكي لي؟ نفذ على طول. مش عايز تسمع؟ لا. طب انا هاشعرك. اشعرني. مساء الفل يا عم خالد. يا ابن الإنسية
كان مستخبينا فين بس بقى يا ربي. اتفضل يا سيدنا. السلام على اهل البيت. وعليكم السلام. الحقنا يا سيدنا. خير ان شاء الله خير. بنت لابسها انس؟ عارف لابسها واحد، وفي واحد طليق في البيت كمان. جميل. وعرفت ازاي؟ يا ده عرفت ازاي وانا اخترعت الذره؟ مش الراجل الدجال ده شبه الدجال اللي جابنا هنا بالظبط؟ ده نسخه منه، ده اكيد قرينه. قرينه؟ مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها قرينه. يبقى اكيد قريبه. شكله قريبه يالا، شبهه بالملي. طب وهنعمل ايه يا سيدنا؟ هنعمل ايه يا سيدنا؟ انت بتكلم دكتور تحاليل؟ انت بتكلم واحد طارب بني ادمين، هيخرج منها هيخرج. قولي لي يا بنتي ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه ايه اللي حصل يا سيدنا. فجاه لقيت الدنيا بتضلم، ولما فقت قالوا لي ان في حد كان بيتكلم جوايا. في غمامان نفس او ميل للقيء؟ ان شاء الله ما تلاقيش. احضر. اتكلم يا سعيد. سمعني كويس طبعا. انا حاسس ان انا فخر. انا خايف اتحرق. تتحرق ايه يا ابني؟ العفاريت بس هي اللي بتتحرق، البني ادمين ما بتتحرقش. يا سلام. وخالتك عفاف بقى اللي ماتت محروقه دي كانت عفريت برضو؟ لا دي ولعت في نفسها بجاز، دي قصه تانية خالص وليها مشكلتها وانت عارفها، لكن ما كانتش قوه جن يعني. شيخ محضر يا شيخ محضر، واللي عليه انسان يحضر. لا فخر انا بتسحب يا فخر. انسان يحضر. سوسو فوق الميه، سوسو فوق البحر. هي شيخ اوعى يا عم. بس العصافير. انت اللي جوه بنتنا زهره ده؟ لا مش انا، ده اخويا فخر. هو نايم، اقول له مين لما يصحى؟ انت اللي لابسها ملعون، اخرج. مش خارج، ما انا كنت بره اصلا وانت اللي دخلتني. لا يا حلو، هتخرج ومش هترجع تاني. بقول لك مش خارج. بقول لك اخرج. وانا مش عاوز اخرج. اللي مش عايز تخرج مش عايز تخرج، وانا بقول لك تروح اركان. بقول لك اخرج بلا خالص. وانا بقول لك مش خارج غير لما خالد يعمل اللي انا عاوزه. ماشي اوكي، غباب غباوه. ها هتخرج منين؟ من الصباع الصغير ولا العين؟ ما تتعبش نفسك يا شيخ، انا قلت لك مش خارج غير لما خالد يخرج من اختي. ايه الكلام اللي بيقوله ده يا خالد؟ زي ما سمعت كده يا شيخ، خالد لابس اختي وانا بعمل كل الكلام ده عشان يخرج من اختي، انت كمان ما قلتلهمش؟ طب ايه رايك بقى ان هو كمان محوش قرشين على جنب عشان يسافر لبنان عشان يعمل عمليه ويتحول لبني ادم؟ ها صحيح الكلام ده يا خالد؟ اصل انا طب انا هستأذن انا بقى عشان الموضوع بقى عائلي. وانا اللي ربيتك وتعبت فيك وشقيت في بحرك انت مش كل بتاع الدنيا. الحمد لله على السلامة يا سيد. الحمد لله على السلامة. هو انت فعلا يا انا دخلت جوه البيت؟ ايوه والله يا عم، بس اقول لك حاجة، البيت دي من جواها مش كويسة. بيبان على وشهم سبحان الله. وبعدين في الاخر عشان ابن ادم الحب يابا، الحب يابا اكتر من كده. دعاء دي بتاعتي وانا اللي لابسها، رومانسية شيطانية عمري في يوم ما تسيبها. حبيبني بقى مش حبيبني، دي قصتها. حب ايه وزفت ايه؟ كن في علمك الانس اللي جوه اختك مش هيخرج منها الا لما انت تخرج من اخته، فهمت؟ وانا مش هخرج. وانا بقول لك اخرج احسن هوريك الوش التاني. مش خارج يا يبقى مفيش غير الوش التاني. انت متاكد يا استاذ خالد انك عايز تمضي التنازل ده؟ انا اخر مره اقولها لك، لو عملت التنازل ده مش هتعرف تلبس اللي اسمها دعاء دي تاني خالص. على فين يا حلو؟ امضي عشان ابوك قاعد في التوك توك ومجهز الوش التاني. ها متاكد وامضي. طيب اتفضل يا استاذ خالد. اخلص. مبروك عليك. يلا بينا فخر. طب وهنرجع ازاي؟ زي ما جينا من الكبانيه. ما انت لو كنت انسان متعلم كان زمانك قريت الكتاب، وساعتها كنت هتعرف لوحدك ترجع ازاي. عندك حق، انا فعلا في الرحله دي عرفت قيمه التعليم، وعشان كده اول ما ارجع هاخد كورس انجليزي. ياه بقالي 7 سنين ما شفتكوش.
ايوه بس هي ليه الفلوس مش ساقعه؟ ليه الفلوس مش ساقعه؟ عشان ده مش ايس بوكس، دي شنطه على هيئه ايس بوكس. استاذنك معلش. شكرا، بعد اذنكم. ايوه يا جدعان، ده فعلا المال الحلال عمره ما بيضيع. المال الايه؟ الحلال. ماشي يا دودو، هدية مقبولة، ربنا يخليكي، وربنا يقدرنا بقى ونعرف نجمع بقية المبلغ يا رب. على الله تسهيل. خد يلا هنا، رايح فين يلا بالفلوس؟ رايحين للسحاوي يا دودو، رايحين نديله الفلوس عشان ما يقتلناش. بلا سحاوي بلا سحلاوي، انتوا كلكم خدتوا الفلوس واتبسطتوا بيها، أنا أول مرة أشوفها دلوقتي. يا دودو يا حبيبتي، الفلوس دي أنت كنت هتديها لعفريت، مستخسرهم في إخواتك. ماشي يا سيد، وأنا عشان بنتة الجدعانة اللي عملتوها معايا هديكوا ربع الفلوس. ربع ايه ونص ايه يا بيت؟ واحنا بنقسم فرخه؟ لا بلا فرخه بلا ديك، بدل ما في وشك وديك. انتوا جايين تعملوا عليا مصابير انت اهو ولا ايه؟ مش كفايه العريس اللي طيرتوه مني؟ بس يا لهفه انت كمان. لا ده انت عايزه تتربي بقى، انت بتشتميه قدام اخوك الكبير يا بيت. تربي مين يالا؟ ده انا الجن ما قدرش عليا يالا. سيبيه يا دعاء، هيموت في ايدك. ارحم يا سيد، يلا تخرقني بجد. يا دودو هيموت بجد. سيبيه سيبيه لحسن، والله العظيم اضرب نفسي بالنار. هتضرب نفسك بالنار بالسكينه يا غبي؟ اضربها بالسكينه في قفاها. ياه، بقالي 7 سنين ما شفتكوش. ايوه بس هي ليه الفلوس مش ساقعه؟ ليه الفلوس مش ساقعه؟ عشان ده مش ايس بوكس، دي شنطه على هيئه ايس بوكس. استاذنك معلش. شكرا، بعد اذنكم. ايوه يا جدعان، ده فعلا المال الحلال عمره ما بيضيع. المال الايه؟ الحلال. ماشي يا دودو، هديه مقبوله، ربنا يخليكي، وربنا يقدرنا بقى ونعرف نجمع بقيه المبلغ. يا رب. على الله تسهيل. خد يلا هنا، رايح فين يلا بالفلوس؟ رايحين للسحاوي يا دودو، رايحين نديله الفلوس عشان ما يقتلناش. بلا سحاوي بلا سحلاوي، انتوا كلكم خدتوا الفلوس واتبسطتوا بيها، انا اول مره اشوفها دلوقتي. يا دودو يا حبيبتي، الفلوس دي انت كنت هتديها لعفريت، مستخسرهم في اخواتك. ماشي يا سيد، وانا عشان بنتة الجدعانه اللي عملتوها معايا هديكوا ربع الفلوس. ربع ايه ونص ايه يا بيت؟ واحنا بنقسم فرخه؟ لا بلا فرخه بلا ديك، بدل ما في وشك وديك. انتوا جايين تعملوا عليا مصابير انت اهو ولا ايه؟ مش كفايه العريس اللي طيرتوه مني؟ بس يا لهفه انت كمان. لا ده انت عايزه تتربي بقى، انت بتشتميه قدام اخوك الكبير يا بيت. تربي مين يالا؟ ده انا الجن ما قدرش عليا يالا. سيبيه يا دعاء، هيموت في ايدك. ارحم يا سيد، يلا تخرقني بجد. يا دودو هيموت بجد. سيبيه سيبيه لحسن، والله العظيم اضرب نفسي بالنار. هتضرب نفسك بالنار بالسكينه يا غبي؟ اضربها بالسكينه في قفاها. اضربها. اخرس اخرس سواد منك. له له لا بتتخان وانا موجود في البيت؟ تعالوا هنا. اخص اخص على الفلوس اللي تخلي الاخ يمد ايده على اخوه. هما دول ولادي؟ هما دول ولاد رزق؟ لا مش احنا ولاد رزق، ده احمد عز وعمرو يوسف. اخرس هولا. الاخ بيتخانق مع اخوه علشان خاطر الفلوس يا رزق. ما هو الموضوع اخرس. اسميش رزق، اسمي بابا رزق. أنا آسف يا بابا رزق. وما تكلمني ما تبصش في عينيا، بصوا في الأرض. أنتوا كمان بصوا في الأرض. حاضر يا بابا. الغلطة اللي غلطتها من 7 سنين بدفع تمنها لغاية دلوقتي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. وكل واحد يدورها في عقله. هو غلط في إيه؟ ويعتذر. فلوس؟ الله ينعل أبو الفلوس، الله ينعل أبو الفلوس، الله ينعل أبو الفلوس. أنا دورتها في عقلي، أنا غلطت، أنا سرقت من كل قلبي، أنا آسف. أنا دورتها في عقلي، أنا غلطت، أنا سرقت
من كل قلبي انا اسفة. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا غلطت اني ما سرقتش. من كل قلبي انا اسف. ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ ارتاج تعالي اقفي جنبنا بسرعه وبصي في الارض عشان بابا متنرفز جدا. بابا؟ بابا فين؟ بابا هنا. هنا اهو واقف عند السفره جنب شنطه الفلوس. مفيش بابا ومفيش شنطه فلوس ومفيش سفره. يا نهار اسود فخر، هو بابا فعلا مشي وخد شنطه الفلوس؟ ما ترفع وشك وتبص. ما انا خايف افكر ارفع وشي ما الاقيش الفلوس. لا ما انت هترفع وشك هتلاقيه هرب. تعال هرب. بتتخانقوا مع بعض علشان الفلوس؟ اخص عليكم يا رزق. ما اخرس ولا بس مش رزق، اسمي بابا رزق. انا اسف يا بابا رزق. وما تكلمني ما تبصش في عينيا، بص في الارض. انتوا كمان بصوا في الارض. حاضر يا بابا. الغلطه اللي غلطتها من 7 سنين ادفع ثمنها لغايه دلوقتي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل واحد يدورها في عقله هو غلط في ايه ويعتذر. فلوس، الله ينهل ابو الفلوس، الله ينهل ابو الفلوس، الله ينهل ابو الفلوس. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت. من كل قلبي انا اسف. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا سرقت. من كل قلبي انا اسفه. انا دورتها في عقلي، انا غلطت، انا غلطت اني ما سرقتش. من كل قلبي انا اسف. ايه ده انتوا واقفين كده ليه؟ ارتاج تعالي اقفي جنبنا بسرعه وبصي في الارض عشان بابا متنرفز جدا. بابا؟ بابا فين؟ بابا هنا. هنا اهو واقف عند السفره جنب شنطه الفلوس. مفيش بابا ومفيش شنطه فلوس ومفيش سفره. يا نهار اسود فخر، هو بابا فعلا مشي وخد شنطه الفلوس؟ ما ترفع وشك وتبص. ما انا خايف افكر ارفع وشي ما الاقيش الفلوس. لا ما انت هترفع وشك هتلاقيه هرب. تعال هرز. يا رب بقى. ها عملت ايه؟ وديت اختك المصحة؟ وديتها المصحة، بس اول ما دخلنا المصحة قعدت تصرخ وتجري وتقول انا عايزة خالد عايزة خالد. وبعدين قامت داخلة الحمام واقفة على طرف الكابانيه ونطش طرد. عملت ايه؟ ولا حاجة، شديت عليها السيفون. سيد وانت جبت معاك اكل؟ منين يا فخر؟ ده انا جاي شبط في حنطور. يا جدعان انا جعان جعان. ابوس ايديكم يعني، شوفوا معاكم اي فلوس هاتوا لنا بيها اكل. الله يسامحك يابا، مش كنت سبت لنا احنا الفلوس كنا تهنينا بيها بدل ما تسرقها تاني. مرتاج هو باباكي ما بعتش الصدقه بتاعت اول كل شهر؟ لا. انت متاكد ان مراتك دي بنت ناس يالا سيد؟ مش عارف والله فخر، شكلها كده الخارجي غير طريقه كلامها خالص. هي فعلا عامله زي اللاب الابل اللي نازل له ويندوز. اتلم يا فخر، بدل ما تدب ايدي في بقك اطلع مصارينك اقلبك زي الشراب. طلعيها، مش هتلاقي فيها حاجه. عارفه ليه؟ عشان انا جعان، انا جعان، انا جعان. انا شارب نص ازازه الزيت لحد دلوقتي من جوه ما شبعتش. ابوس ايديكوا، اتصرفوا استلفوا من اي حد، انا استلفت من كل اعضاء النادي. طب اهدوا يا جماعه اهدوا، انا كده كده رايحه لمامي عشان عندنا سيشن يوجا مع بعض، هتكلم معاها بقى في الفلوس. يلا باي باي. يا سلام على روقان البال. ارتاج لو شفت باباكي قولي له يبعت لي البوكسرات القديمه، لحد دلوقتي ما بعتليش كسوه الصيف. عنده شويه بوكسرات يا فخر، لو شفتها هتلبسها تيشرتات. مين كان يصدق بنت ريتاج
يوصل بيها الحل للدرجه دي؟ والله العظيم يا ماما هرجعهم لك على طول، وبعدين هو مش مبلغ كبير قوي يعني. يا حبيبتي انا مش بتكلم على الفلوس، بتكلم عليكي انتي. انتي يا ريتاج. لا انا الوضع ده مش مريحني خالص. ان شاء الله الوضع هيتحسن، هو بس سيد عشان لسه في بدايه حياته. سيد مين؟ انا مش بتكلم على سيد، انا بتكلم على وضع اليوجا ده. هو احنا ممكن نبدل؟ بدلي يا ماما بدلي. ايه يا ماما انا في ايه ولا في ايه؟ حرام عليكي والنبي، انا مش مستحمله. طب خلاص خلاص بس اهدي. ايه رايك تيجي تغيري الجو معايا في العزبه؟ عندي حاجه كده هخلصها. لا 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 انا مش فاضيه خالص، روحي انت، انا مش فاضيه اليومين دول فعلا. ليه يا حبيبتي؟ ده سكر ابن خالتك مصر انك تيجي. ياه هو لسه عايش؟ فاكره سكر؟ فاكره لما كان عايز يتقدم لك؟ والنبي ما تفكرنيش، ده انا فلتت منه باعجوبه. ده لا ده حاجه خانيه قوي يعني. ياه اهو سكر اهو. الو. ايوه سكر. انا مش فاهمه الناس دي ليه مصره تديني الفلوس كاش ويوم الخميس. اعمل انا ايه بالفلوس لغايه لما البنك يفتح؟ يا حبيبي ما خافش، ازاي دول 20 مليون جنيه. اذا كان كده معلش لو انت هتشيلهم عندك. طيب ماشي يا سكر، مع السلامه. هو ايه موضوع ال 20 مليون جنيه ده؟ سكر شاف لي مشتري الارض المحلك. المهم انت كنت عايزه فلوس قد ايه؟ ال 20 مليون. معلش هو فعلا انا تعبانه قوي اليومين دول ومحتاجه فعلا اغير جو. انا هاجي معاكي. انا مش عارف انتوا بتفكروا ازاي. اللي في دماغك ده يا ريتاج انا مستحيل اعمله، بعيد عن احلامك. في يا سيد؟ ده بدل ما تشكرني اني واقفه جنبك. والله فيك الخير يا ريتاج. ده لو السما اتطربقت على الارض انا مش هعمل كده. يا سيد ما الفلوس كده كده بتاعتي بعد عمر طويل. والله فيك الخير يا ريتاج. يا الخير؟ انا مش مصدق. دي ريتاج البنت الرقيقه اللي انا اتجوزتها؟ ده انت كنت ملاك. ايه اللي حصل فيك يا ريتاج؟ كله بسببك، كله بسببك انت يا شطام. من ساعه ما دخلت البيت الهادي، البيت السعيد اللي كان مبني من طوبه فضه وطوبه ذهب، وانت هدمته بمنتهى السهولة. يا شطان حرام عليك يا شطان. أنا يا ابني الله يسامحك يا ابني، ما هي البت بتقول لك كده كده الفلوس هتروح لها، وبعدين لو غمقت يعني قوي وأمها قفشت إيه؟ أكيد أمها مش هتبلغ عن بنتها عشان هتخاف من الفضيحة، وأنا ماليش دعوة بالموضوع أصلا يعني. وأنا اللي هتحبس. فيها كلام. وبعدين فهمني يا سيد، انت معصلك دماغك المره دي ليه؟ ما تفكرنيش يا فخر، ما تفكرنيش باللي احنا عملناه. ارجوك. انا فهمت انت مش عايز تسافر ليه. انت غيران من سكر ابن خالتي عشان كان عايز يتجوزني زمان مش كده؟ لا سكر مين ده اللي هغير منه؟ اكيد مش هغير من سكر، بس زي ما تقولي كده يعني كل ما تيجي سيره الجدع ده بيجي في دماغي ذكريات انا مش عايز اتذكرها. انت قصدك على اليوم اللي خدك لفه بالحصان في البلد؟ يعني هو كان واخدني وراه الحصان؟ ده كان ساحلني بحبل ورا الحصان. اي بتوجع دي. يبقى قصدك لما بيتك يوم في الترع وطلع عندك برهارسيا واتعالجت منها؟ لسه بتعالج منها لحد دلوقتي يا ريتاج، ده انا لسه واخد حقنه من ساعه. عرفت خلاص، انت قصدك على اليوم اللي دخلك فيه غيط الدره وراح ولع فيه. يا نهار اسود، ولع فيه؟ ده مش سكر، ده هتلر. ما ليه حق الواد يخاف. فخر لو عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش اكتم. ماشي. بقول لكم ايه يا جماعه، لو ما خدناش الفلوس من ماما هتديها لسكر، ولو سكر خدها مش هنعرف نوصل لها. ها جاي ولا دورك جاي؟ جاي جاي. تمام يبقى على الله التسهيل. ريتاج عايز اسالك سؤال، ما عندكيش اخت اموره كيوت زيك كده عايزه ترتبط بمجرم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مجنون؟ وبعدين ثانيه واحده احنا عندنا قصر هنا. النبي تلاقي العشه اللي في وسط الغيط دي بتاعتها. ايه ده بقى؟ سبحان الله يا اخي، مهما كان برضو الريف احسن من القريه 100 مره. الله شوف لسه بنقول سبحان الله على الريف. نخله طالعه في وسط الطريق على الاسفلت بالعرض. اذا اعجبتك اضغط لايك. سبحان الله سبحان الله. انت عبيط يالا، ما النخل كله واقف قدامك اهو، اكيد حد حاطط النخله دي عشان ما يعديناش. يا سلام، يعني واحد جاب نخله وزرعها على الاسفلت وبالصدفه طلعت بالعرض عشان ايه؟ عشان يثبتونا.
لا ثانية واحدة حضرتك، ثانية واحدة اكسكيوز مي، بس هديك اللي انت عاوزه بس بالراحة بالراحة بس. يا سيد مراتك بتتخطف. ايه ده؟ طب انا نفسك مش واخد بالك. عامل نفسي مش واخد بالي ايه؟ بقول لك مراتك اتخطفت اصلا. خلاص ما انا مش هعرف اعمل حاجه، انت بتحرجني يا فخر. بحرجك ايه؟ وانا بقول لك اقعد اتغدى معايا، مراتك يلا بتروح يلا الحقها. طب ما انت عربيتك كمان بتروح، واقف جنبي عادي. واقف جنبك عادي؟ اتفضل اتفضل اهو اهو. ازاي جامد كده؟ يا عم لا جامد ولا حاجة. هو ازاي مهاري كده؟ انت ما شفتوش زمان بقى، ده كان باك ليفت الاهلي على فكرة. ده عيط عياط يوم ماتش اعتزال معتز اينو. سكر كويس انك جيت، ده الناس دي كانت عايزة تموتني. الحمد لله على السلامة جميلة الجميلات. توحشتك كتير قوي يا ريتاج. اهلا وسهلا بسيد الرجال. احنا متشكرين قوي يا عم سكر. اهلا وسهلا. مين الجدع ده؟ فخر الشحات، الشاعر بفخر العرب، اخوه. اهلا وسهلا. سكر الدايب. الدايب؟ ايوه بيقولوا لي دايب لان من وانا صغير كنت دايب الديب من ديله. اللهم اجعله خير. ما حصلش الضحك ده قبل كده. طب بقول لك ايه بقى يا عم الدنيا؟ انا راكب دماغي وعايز اخد لفه بالحصان. يقول لك بمناسبه الركوب، يقول لك ايه؟ يقول لك واحد ركب دماغه لبس في الحيط. طيب يا جماعه نمشي احنا بقى عشان انا كل ايداء خلاص. يقول لك نزله الخلق، يقول لك مره واحد خلق وداك ادالك اخو الصغير. الله اكبر. بقول لك ايه، ما تقولش حاجه عشان هيقول عليها 2000 نكته في الدقيقه، مش هنخلص. ها خلاص ماشي تمام. ايه ده؟ هو ازاي سريع كده؟ قابل في الدواره سيد الرجال. عايزش حاجه؟ اهو النبي عم سكر، اصل عربياتنا العيال الصغيره فيها السكاوتش. بقول لك بمناسبه العربيه، يقول لك ايه؟ يقول لك واحد ساب العربيه دايره رجع لقاها مثلث. والله اللهم اجعله خير. اللهم اجعله خير يا رب. سلام عليك. عليكم السلام. هو ازاي سابنا كده؟ هما ازاي لايقين على بعض كده؟ هو ازاي انت كده؟ لا هو والحصان. الحصان؟ يلا يا فخر يلا. يلا يا عم. السلام عليكم يا حماتي. اهلا بسيد الرجاله اللي مراته كانت هتتخطف منه. هي ريتاش حكيت لك؟ ريتاش حكيت لي ايه؟ ده البلد ملهاش سيره غير خيبتك، ملهاش سيره غير العيل اللي مش عارف يحافظ على مراته. بس حضرتك استاذ سكر جه في الوقت المناسب وانقذها. وانقذنا احنا كمان. وده مين ده كمان؟ ده فخر الشحات اخويا. فخر العرب. ما اصلها كانت ناقصاك عشان تجيب لنا اخوك. طب هي ريتاش طلعت نامت ولا هي فين دلوقتي؟ ريتاش لسه ما جاتش. نعم؟ بقالنا 6 ساعات في الطريق وهي لسه ما جاتش؟ ايه هو انتوا الدنيا عندكم سبهلله؟ مفيش رجاله في العيله؟ لا يا فخر دي راجعه كمان مع عيل خرع ممكن تتخطف منه في اي لحظه، انا قلقان عليها. لا يا فخر اسف. ايه ده يا سيد بتكلم مين؟ مفيش حد على الكنبه، الست طلعت وسابتك. هي هتلاقيها بس خافت وانا بزعق. اقسم بالله ما خافت. لا والله عشان انا كان صوتي عالي واحتديت عليها. بقول لك اقسم بالله ما خافت،
ده ما سلمتش عليك واحنا داخلين يا سيد. راح قلع السبسب وضرب ووقع كيف البورص. وقع كيف البورص. طب فاكر انت لما كنت في تورمة ابو اسماعيل في الساقيه وتقعد تغني تحت الشجره؟ ايوه كنت اقعد اقول لك في البحر سلامك سلامك تزق السبسب. كنت فين يا هانم؟ في ايه؟ سكر كان بيفسحني يعني عشان ينسيني اللي حصل وقعدنا نفتكر الحاجات القديمه. طب فاكر انت الشبشب لما طار؟ ايوه لما ضرب بالسبسب وقع كده بالقرص. ايوه هو ما قع له خير. يا ترى بقى انبسطتي؟ انبسطت عادي يعني سكر زي اخويا. في ايه يا سيد؟ في ايه يا هانم؟ في ايه يا هانم انك راجعه ورا البيع على الحصان وانت عارفه كويس قوي ان جوزك عنده املاح ورجله بتنقح عليه، فكان ذوقيا يعني تسيبيني انا اركب ورا الحصان وتيجي انت ماشي مع فخر؟ ليه كلام برضك يا ريتاج؟ مش تقول لنا ان التوتو عندي هام لحبر رجليه؟ كنت خليتك انت يا حرمه تاجي ماشي مع فخر. بعدين هو بزعق لي كده كيف؟ اي حد يضايقك قولي لي وانا اتصرف معاه. لا لا هو مش بيضايقني، هو لما يضايقني هقول لك على طول وانت بقى اتصرف معاه. سمعت يا سبع البرومبه؟ سمعت مراتي بتقول لك ايه؟ لما ابقى ضايقها تبقى تشتكي لك تبقى تيجي تتصرف معايا، لكن طول ما انا ماشي معاها زي الالف كله يلزم حدوده. يا ابني هتجيب لي صرع في مخي يا ابني، دي المفروض مراتك وهو دخيل و... بدل خلاص يا فخر خلاص ماشي يا ريتاش، لينا اوضه فوق هتتقفل علينا وكلامنا هيبقى مع بعض كويس قوي. اوضتيه اللي تنقفل عليكم انت وهي؟ عندناش رجاله يناموا مع حريم غير بجسيمه الجواز. من غير ايه؟ جسيم الجواز. انا مصمم العزبه هنا كيف الفندق، معك جسيم الجواز تطلع انت ومرتك الاوضه، ما معكش ما ينفعش. هو يا ريتاج احنا لما جينا نتجوز المأذون ادالنا قسيمه؟ بس انا ما اعرفش القسيمه دي شكلها عامل ازاي. انت عبيط يا سيد، اكيد كان فيها قسيمه جواز. طب احنا دلوقتي ما جبناش معانا القسيمه، فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ انا اسف يا ريتاج، انت عارف ان انا ما ارفضلكيش طلب ابدا، اللي بتقولوه ده لا يتناسب مع النظام الفندقي. هو يظهر يا باشا ان الوقت اللي قضيتوه مع بعض خلى حضرتك تنسى ان هم متجوزين اصلا. اقفل خشبك ياد. طب انا عندي فكره، ايه رايك تدي لكل واحد اوضه، كل واحد هيبقى لوحده بقى بس تبقى كونكتد. عايزين تتقابلوا بالليل في الكونكت ونسهونا؟ مستحيل، هذا لا يتناسب مع النظام الفندقي اللي انا عامله هنا في العزبه. ايوه نسبه الفندق قطروفه. اقول لك ايه؟ اقول لك واحد راح يحجز في فندق ما لقلوش غرفه ادوله جناح طار. جناح من الشباك يعني وقع طار يعني جناح، جناح الفندق والجناح جناح الفندق. يا اهلا وسهلا، مواعيد حضرتك مظبوطه بالثانيه. احب اعرفك الاستاذ مجدي ابن عمي. ربنا يعذب مقدارك يا مدام. مجدي بيه طبعا غني عن التعريف. كيفك يا مجدي بيه؟ يا مرحب بيك. الله يخليك. يا مرحب. امال يعني فين سكر بيه؟ ما شايفوش معاكم. والله حب يسيبنا براحتنا ناخد وندي مع بعض في الكلام عشان لا يضغط علينا ولا يجي عليكم وعشان ما يحصلش زعل بيناتنا. لا لا ربنا ما يجيبش زعل، وان شاء الله بيعه مربوحه وربنا يجعل سوقها احسن منها. وبعدين انتوا عايزين تاخدونا في دوكه يعني؟ تشربوا حاجه ولا نجيب غدا؟ يا عبد العال يا قرني، انت بتعمل ايه هنا؟ انا بعمل ايه هنا؟ احنا جايين نقعد معاكم بس شويه. وتقعدي معانا ليه؟ عشان نسمع انتوا بتقولوا ايه. قصدها عشان نرحب بالضيوف. حضرتك يعني مش هتقدري تخدمي على اتنين؟ ريتاج خدي البتاع ده واطلعي فوق، في موضوع مهم بنتكلم فيه. طب ممكن بس خمس دقايق؟ ريتاج يلا اطلعي على فوق اتفضلي يلا. وانت كمان يا حيوان اطلع على فوق. الله يكرم اصلك يما. اسمع يا حاج، الارض دي غاليه علينا جو، ما بنبيعهاش لاي حد. ريتاج انا قلت ايه؟ خلاص خلاص هطلعها هطلعها. يا عبد العال يا قرني تعالوا طلعونا. اخلص يا سعيد، ما تخلص قد ما تعطلناش امال. انا مش فاهم يا عم سكر انت ملبسني اللبس ده ليه؟ ما قلتك يا جايين نصطاد يا. ايوه ده لبس صيد، ده مش لبس صيد. انت عمرك اصطدت قبل كده؟ اصطدت سمك بس ما لبستش سمك يعني، ونزلت جبت سمك من تحت. ما غلطه وتلاقيك ما طلعتش حاجه يوميها. الصراحه عمري ما طلعت. ايوه في الافلام لما بيجوا يصطادوا البط بيعملوا ايه؟ بيقوموا جايين كده ناحيه البط كده ومطلعين نفاخه وعاملين ياق ياق، يقوم اللي بط من الدم. طب انتوا بقى ضاربينه بالنار ليه؟ نضربه بالنار ليه؟ ما هو ده هو ده لوحده.
احنا بنسبق على البيت وهو بيحصلنا بعربيته، فاحنا دلوقتي هنصطاد ارانب. ماشي عم سكر، انا اقتنعت بوجهة نظرك، بس ليه ملبسني ارنبه ست؟ ما تلبسني ارنب راجل يا اخي. حلو حلو، احب اللي يسأل، اسال اجاوبك. انا ملبسك ارنبه علشان المنطقه اللي ورانا دي كلها مدارس ارانب تجريبيه بنين، وده الوقت ساعه خروج ارانب. هتلاقي ارانب بنين منتشرين في كل مكان قدامك، وهتلاقي اتوبيسات قدام المدرسه. تقوم انت عامل ايه؟ جاي قدامهم ومحرك لهم في الفرنوكه. حرك الفرنوك؟ ايه الفرنوكه دي؟ الفرنوكه. ايوه انتوا انتوا في البندر ما تعرفوش الكلام ده. شوف اي ارنب في ظهره فرنوكه. هي البيضه اللي ورا دي؟ ايوه ده الفرنوكه. وانت ايه بقى اللي خلاك مقتنع ان انا هوافق اعمل دور الارنبه؟ خليني مقتنع يا واد، انت لبست هاد الارنوب يا واد. انا اديتك البدله تلبسها يا واد، انت اللي افورت في المكياج وخليتها تروح للسكه البطال. معاك حق. طب انا عندي فكره حلوه، اولع سيجاره عشان يتلموا حواليا اكتر. ما هو نسمي موت الغباء. انت عمرك شفت ارنب بيشرب سجاير؟ نادرا. ايوه نادرا، هو متعود دايما يا اما بيشرب جزر يا اما بيشيش. وبما ان احنا مش منطقي ان احنا نشيش في الغيط، فاحنا هنعمل ايه؟ نولع جزر. نولع جزر. تيجي ساعة خروج الأرانب المراهقة من المدرسة، وتقوم ساند على النخلة تديه كيف العمود عندكم في البندة. برنسيس مولع جزر، وتقوم جاي عنديهم عامل إيه؟ مولع الجزرة؟ طيب طيب، ممكن تلحقني بسرعة عشان أنا بحرك في الفرنوكة ده، ممكن الأرانب تيجي تنهشني؟ تقلقش، ساعتها حتى لو حصل بده نعتبره تجربة مؤلمة وعدت، ما بنلقى لهاش، ساعتها بنقعد على الذئاب الأرنبية دي والموضوع بينتهي. طيب استسمحك بس بقى تولع لي الجزر؟ قال لك الجزر حاضر. بقول لك استسمحك بس بقى تولع لي الجزر؟ قال لك الجزر حاضر. بقول لك بقول لك بمناسبه الجزر، بقول لك ارنب وارنب اتجوزوا، عملوا صور العسل فيه في جزر القمر. وبعدين لا خلصوا جزر الجزر والجزر يعني اللي مترادفات يعني. حصلش الضحك ده. ايوه يلا طيب عشان الحق بقى الارانب. هز في ايه؟ في الفرنوك. هز في الفرنوك. الله يجعله خير. هز 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 في الفرنوك. اي يا حمدان، اقول لك هات الرجاله وتعالى. ايوه لقيت في الغيط ارنوبه كبيره كيف البرنسيسه مولعه جزره وبتهز في الفرنوك. ايوه مكافأة 5000 جنيه للي هيطخها. بقول لك بمناسبة 5000 جنيه، بقول لك واحد قبض 5000 جنيه أول ما تجيش، ولا أقول لك يعني أما تاجه أكملها أما تاجه عشان يحصل ضحك كثير، نقعد نضحك 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 الله أعلم بقى نخلص إمتى يعني. أنا ما أعرفش بقى الضحك ده ليه يعني، يمكن النخل بقى يعني مدي طاقة إيجابية يعني. النخل أيوه. الله ما شاء الله خير. بس المكان ده هنسمع منه كويس قوي. لا يا حاج هشام مش هينفع، مش هقدر انزل جنيه عن اللي قلت لك عليه. حلمت عليا يا مدام امال، ده الكلام برضو اخده وعطى ولا ايه يا حاج مجدي؟ والله احنا هنخلي شويه علينا وشويه عليه لاجل بجيد. خلاص واني ما هكسر لكش كلمه، بس اهم حاجه نوجه الاجودي بسرعه، وشوف بقى عدسة الكل تحب تستلم الفلوس فين، احدانا ولا احداكم؟ وعندكم ده هيبقى فين يا حاج هشام؟ لو عندينا يبقى هنسلمكم الفلوس. الله يخرب بيتك. لا ده هيبقى بعيد عليا، احنا نستلم الفلوس. مش وقت خالص، في حد بيدن الساعة 12 الظهر يعني؟ عيد عليها برضيك يا مدام، وبعدين ما تنسيش ان التله هتبقى تقيله. خلاص احنا نختار ارض محايده، احنا نستلم الفلوس عند ماشي كلامك على البركه. البركه على البركه. اوعى يا فخر، اوعى يا فخر، انت خالص هتضيعي نفسك وتضيعينا. سيب الشبشب ده من ايدك. في ايه؟ انت فاكره صرصار؟ ده دي يعني ممكن ياكلنا احنا الاثنين. هنعمل ايه؟ احنا ما سمعناش ولا كلمه. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتي فطرتي؟ طب تعالي نفطر. الله ينعل ابو الفلوس على السحاوي اللي تخليني انزل اغري ارانب مراهقين. وبعدين هو قال لي الدنيا هتبقى مليانه ارانب وساعه خروج مدارس، انا مش شايف ولا ارنب. هو ارنب انا اخوه
النبي حاسب حاسب انا انسان عادي انسان زيكم عادي ما تصدقوش ده النبي بالراحة يا عم سكر بشويش اسكت بقى ما تقعدش تصوصو كيف لنا سوي يا عم سكر انت مش قلت ان رجالتك هيضربوا نار على انارب الرجاله بس ضربوا على الستات ليه انا ما حدش من رجالتي ضرب نار عليك انا رجالتي كانت بتتبادى الاطلاق النيران مع الارانب هتلاقي ارنب اصابك بالخطا ايوه صح انا شفت ارنب منهم بيحط ايده في ظهره كده وبيطلع حاجه كانه بيطلع طبنجه وبعد كده ما شفتش حاجه ايه ده ارنب رصاصه في اسمر ايديه واخد جزره في وشه هو كان اسمر فعلا بس موضوع الجزره ده ما شفتوش لان هو كان ملسم ده طلب ارنب غفير هتلاقي حاطط بندقيه كده على كتفه ده ايوه نظره ضعيف هتلاقي اصابك بالخط طب يا عم سكر يا عم سكر انت فاتح الجرح ده كله ليه وانت هتطلع طلقه قد كده انت اشتغلت الدكتور قبلك ده لا ولا سيبنا نستكشف مع بعض بقى بعدين انا اسمع دايما كده ان الجرح الكبير يحتاج ابره كبيره وده جرح كبير يا نهار اسود ده ابره تريكو انت بتعمل شرز يبقى انا لازم اعمل شرز مش الطلقه غرقه من البندقيه تعمل شرز كده لا بتعمل شرز يا سيدي الف بعد الشرز عليك الله يبارك فيك انت مجنون محظوظ انت مجنون عايز ست السيد اقسم بالله لو كان جرى له حاجه كنت دفنت الجنب اهدى ريتات في يالا في عمال اقول ذكريات وحركات غدا ونيله ايه ده انا عمال اكدب عشان نعدي اليومين ده يا ريتات هتضيع هيبتك قدام الرجاله عايز تفتكر الذكريات تعالى بقى افكرك بالذكريات فاكر ابو اسماعيل اللي ربطناه في الساقيه اسكت يا ريتات ده كانش ابو اسماعيل ده كان انت يالا ربطناك في الساقيه زي الجاموسه وقعدنا نضحك عليه اسكت يا ريتات انت فاكر عيد الميلاد بلاش ده بلاش ده ابوس ايديك لما لبستك بطريق وقعدت تقف زي الاهبل ومش عارف تمسك الجاتوه ايه ده يا ريتاج احنا فعلا طلعنا ظالمين مش هو اللي ضربني بالنار اللي ضربني بالنار طلبه الارنب الغفير ارنب طلبه ايه يا اهبل ما ترجع لي يالا في ايه ده انت مضروب بطلقه يعني ده انا كنت بتضرب بطلقه الار بي جي في ظهري بنزل تاني يوم الشغل عادي يعني انا عارفه انت عملت كل ده ليه انت قلت تخلص من جوزي ها عشان لسه بتحبني تحبني ايه ده انت بتعشقني يا عشقي يالا لا يا بنت الناس لحد كده نقطه من اول السطح موضوع اللي بتتكلم عنه ده انتهى جوايا بنسبة 50% واعتقد ان دي نسبة كافية جدا ان احنا نصدقه ونسامحه لانك لو ظلمتيه اكتر من كده ريتاج ربنا مش هيسامحك حقكم علي انا محقوق لك يا ريتاج محقوق لك يا سيد ده انا لابوس جزمتك فاني محقوق لك يا فخر لا يا باشا انا مبسوط جدا والله ده كفاية استقبالك لين وعشانك ده هرجوكم تقبلوا اعتذاري وتلبوا دعوة النهاردة على فرح سكر على ريتاج ايه سكر على ريتاج انت خلاص يا ريتاج خلاص قررتي تتجوزيه لا ده انت عبيط واهبل بقى ده فهمتي يا سيد نقضى فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميلة الجميلات وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر يا مدق دق يا مدق عامله في وشك ده انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك كده بتشرفني لبس لبس سعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد ايه وحش يا ريتاج وحش ده شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على الاطروفه بتاعت عم سكر اصلا كانت بتضحك قوي لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصور انت يا سيد نقضى فرح الحصان سكر على المهر ريتاج جميله الجميلات وانا اللي ظنيت في السوق يا ذكر يا مدق دق يا مدق عرس عرس طول يا مدق دق يا مدق عرس عرس طول خلي اللي يقول يا بابا خلي اللي يقول يقول خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا با خلي اللي يقول يقول يا با يا با يا مدقت على الراس
انت عامله في وشك ده؟ انا قلت الزق شنب عشان اعمل لنفسي هيبه كده وسط الرجاله واشرفك وسط اهلك. كده بتشرفني؟ لبس لبس صعيدي على شنب هتلر وكده بتشرفني يا سيد؟ ايه وحش يا ريتاج؟ وحش؟ انت شفت كام واحد ضحك عليك وانت داخل؟ لا يا بنتي دول كانوا بيضحكوا على القطروفه بتاعت عم سكر، اصلا كانت بتضحك قوي. لا بيضحكوا عليك يا سيد عشان شبه الصرصار. دول ايه يا رجال؟ ايه المهره ريتاج والحصان سكر اتاخروا كده ليه؟ الكوافير زحمه ولا ايه؟ وجع لي كتير. احصل الضحك ده قبل كده والله يحصل. يا الميوزيكا دي بتمزعني من جوه يا مومبين. ايوه هي انشوده جميله. بس عندي فضول اسال سؤال معلش. ايوه هي الهلومه والقبهه دي كلها مش كتير يعني على ان انت تتجوز حسينه لبعض؟ كتير. ويا المهره ريتاج اي مهره عندينا وليه؟ دي ست الستات، اميره الاميرات، ساحره الجنوب. ايه ده؟ مش دوكا حوريه فرجالي؟ ايوه يا كانت حوريه بس حوريه من الجن. الله شوقتني قوي اشوف المهره ريتاج عم سكر. حبها الحصان سكر وداب فيها كيف ما بيدوب السكر في الشاي، وكان كل حلم انه ياخدها وراها على ظهر الفرس الابيض ويروحوا مع بعض لبلاد بعيد. طب ازاي يركب على ظهر فرس وهو اصلا حصان؟ مش فاهم. دي انت غلسه غلاسه يا ريتاج، ما تخلينا اكمل الحديت. ايه الغلاسه دي يا ريتاج؟ كمل يا عم سكر، ده انا متشوق جدا اعرف اخر الحدوته الجميله دي. وفي يوم اغبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل بغل. والبغل ده كان اسمه سيد؟ انت منهنه ولا ايه؟ لا لا انا اخو البغل. على فكره يا جماعه، على فكره البغل ده اسمه سيد على اسمي. ايوه عارف انك اسمك سيد. كمل عم سكر، كمل ايه اخر حدوته؟ يوم اغبر ما طلعت له الشمس عدى من قدام الاسطبل البغل سيد محمل بالعلف والتبن. امتصت المهره ريتاج في نظرها ولاف عليها البغل سيد. طب ازاي خليت الحصان والحصانه يتجوزوا وبعدت عنهم البغل سيد ده؟ قتلت. قتلت البغل سيد؟ قتلته معنويا. لبسته ارنب انتايا ونزلته لغيط يجري ويهزهز في الفرنوكه. لا معلش بقى عم سكر، افورت منك دي شويه في الحدوته. مفيش بغل راجل يعني هيقبل على نفسه يلبس ارنبه ست؟ جبل. البغل سيد جبل يلبس ارنبه وينزل الغيط يهزهز في الفرنوكه. الفرنوكة؟ اه فهمت؟ فهمت. اه مرحبا سكر بيه. اهلا بسيد الرجال. مش هتسمعنا حاجة يا سكر بيه؟ لازما يعني؟ لازما طبعا يا سكر بيه. طب انا هحصلك دلوقتي. وفي يا عم سكر؟ هو انت المونولوجيست بتاع القرية ولا ايه؟ مونولوجيست؟ اه ايوه مونولوجيست. عشان كده هسمعك مونولوج هيعجبك على الاخر. بقول لك ايه؟ ايه؟ امن انت هعديك عشان ما يقرفناش زي المره اللي فاتت. ما تقلقيش. هتلته منوم في الشاي وهو بيفطر الصبح، زمانه نايم سطيحه. طب والفراخ دي؟ لا، دول حبايبنا واكلين. طب يلا تعالوا بسرعه عشان بداوا يتكلموا. اطمن يا ست الستات، الامانه دلوك في الحفظ والصون، وراك رجاله. ربنا يخليك لي يا سكر. الله يعزك ويطول لنا في عمرك. الله العظيم امبارح من ساعه ما استلمت الامانه والله العظيم ثلاثه ما غمض لي جفن غير لما اطمنت عليهم وحطيتهم في المكان الامن اللي يبقى قلبي مطمن عليه. شلتهم لك يا ستي في ما تقولش يا سكر، انا مش عايز اعرف، المهم انهم في امان. يا فيا وليه مش عايزه تعرف يعني ده حقك ولازم تعرف الفلوس متشاله في ايه؟ انا ببساطه خدتهم وشلتهم. خلاص يا سكر والله العظيم ما عايز اعرف، الدار امان يا حبيبي. امك دي اختك مديك. ما تتلم يا سيد. لازم تعرف علشان الواحد لو السر الالهي طلع تبقى عارفه. ربنا يطول عمرك. يريحك لو قلت؟ ايوه هيريح. قول. انا حطيتهم لك. اتشي بس هي مقطوعه. ولا مقطوعه، انا عايز دي دم المسجد حته مقطوعه. يكون الكرزي كان ماشي في حته مقطوعه طيبها. ده انت اختك من امك ومن الديك. ايه عطست ايه؟ ايه عطست ايه؟ انا مش عارف سكر ده بيحبك على ايه؟ والله ما اعرف. عشان تعرفوا بس ان انتوا الاثنين فاشلين. انا اللي هعرف مكان الفلوس من سكر. يا سلام بقى احنا ما عرفناش وانت اللي هتعرف. لعلمك بقى سكر بيعمل لي الف حساب وحتى لو كشفني ما يقدرش يموتني. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان لو موتني هيزعل ريتاش جدا وهو ما يقدرش على زعلها.
يا ذكر يا يطلع العب يا عسول. ماشي يا عم سكر. الطابية كانت الحصان. تكفلها لي. خد عندك دي. الفيل كان الطابية. خلص الضوء. لا لسه ما خلصش يا سكر بيه. سيبنا فكر بس. رينا شطارتك على اقل من مهلك. العب دي بتاعت الاثرياء والاذكياء. طيب. الاسد كل الفيل. ملعوب. لعبة الحلو نقول عليها حلو. اسد كل الفيل. ماشي. الزرافة كلت الاسد. ما ينفعش. كيف ما ينفعش؟ الزرافة نباتية ما بتاكلش لحمة، هتاكل الأسد ازاي؟ لا ابني دي فوار وبتهضم عادي. خلاص ما فيش فوار يبقى أنا كسبت الدور يا حلو. عندك. إيه اللي كسبت الدور؟ ورا أهو. لاعب الماهر هو اللي جهز جميع أدواته عشان وقت ما يحتاجها يلاقيها. اللي يقول لك ما فيش فوار. ليه ما فيش فوار ليه؟ بلعبش بالزرافة أنا ولا إيه عاد؟ أنا جهز زرافتي وجهز الفوار. اشرب اشرب يا زرافة. اها شربت الزربراء وراحش متشرقيش. اي قولي يلا الاسد اهو. هضمت ولا ما هضمتوش؟ هضمته. حلوة لعبة الفوار دي، محتاجة تفكير. انا كل ده ما لعبتلكش بخطة البنادول. العب على اقل من مهله. طيب التنين حرق الزرافة. دي خرتي. لا تنين. دي خرتي. لا تنين. قولي مش هوا على التنين يعني دي خرتي. لا تنين وبيطلع نار من بق. بص اهو اهو احرق الزرافة يا تنين. خلاص هتحرق. انا قعدت اسحلبه وادحلبه مرضيش يقول. قلت له مالك هات فيه ايه انت مستطول نفسك؟ قمت منصصه ومديله بالكف ونازل على دماغه سوبر سوبريم. نزلت على دماغه بالبداية فقال لك مكان الفلوس فين؟ طبعا كل الكلام ده حصل في دماغك ودي امنيات. يا ابن الايه فخر الحرام فاستني ده انا قلت هتعدي عليك. يا سيد انت اي حد يقعد معاك دقيقه هيفقسك. يا ابني قول لي فين الفلوس. هو قال لي ان هو مخبيها تحت مهره اسمها صفاء. وهنجيبها صفاء دي منين بقى ان شاء الله؟ احنا ممكن ننادي ونقول يا صفاء واللي ترد تبقى هي دي صفاء. مين اللي ترد؟ الحسينه. ده الكلام ده فلاين كينج بقى يا جماعه. لعلمك اذكى طائر على وجه الارض الحصان، يجي بعديه في المرتبه الثانيه الكنغر والثالثه السنجاب. ده حقيقي انا قريت المعلومه دي على جوجل ماب. معلش انا اسف يا جماعه، ممكن طلب؟ انا عارف ان انتم مأجلين موضوع الخلفه شويه عشان ظروفكم، ممكن نمنعه خالص عشان ظروف البلد؟ لان الابن اللي انتم هتخلفوه هيجي في المرتبه الرابعه من الذكاء بعد الكنغر والسنجاب. انا قريت ده برضه في جوجل مابس. يا بهايم فكروا شويه، هتلاقوا ان اسامي الحسينه مكتوبه على العنابر. بس والله العظيم يا فخر احنا لو نادينا. بس بقى بس. ايه ده صفاء التوخي؟ يالا شكلها بتصور مسلسل جوه، تيجي نتصور معاه؟ يلا استنوا، في صفاء تانية، صفاء السبع. لا كده لخبطه قوي بقى كده. معاكي حق. طيب معلش بقى فخر انا مضطر انادي. اتفضل نادي. بص يا صفاء وصفاء، انا هنادي واللي معاها الفلوس ترد عليا. يا صفاء يا صفاء. اهي ردك يا فخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ولا سيد، هو اي حد ينادي على الحسين ترد عليه ولا انت ربنا مديك السوبر هيرو دي؟ استنى انا هجرب. يا صفاء انت متاكده انت الحصانه اللي معاكي الفلوس؟ طبعا. امنت بالله، امنت بيك يا رب. يبقى البورس اللي كان بيكلمني في البيت ما كانش تهيؤات، ده كان بيقول لي اعمل لي شويه شاي معاك يا فخر. هخش اسحب المهره عشان ندور جوه براحتنا. ماشي يا صفاء. يا صفصف قوم. يلا يا صفاء يلا قوم. قوم يا صفصف يلا. يلا تعالي يلا. اقف عندك انت وهي. يا نهار اسود،
دي طلع نصها حصان ونصها صفاء. في ايه يا صفاء؟ انت بتعملي كده ليه؟ هو احنا ضايقناكي في حاجه؟ يعني مش المهره صفاء، علي سكر الدايف، وانتوا عشان حفتوا من الاغبيه وقعتوا في المخلص. والله يا صفاء احنا كنا جايين وكل نيتنا خير. بقول لكم ايه، انا مش هقتلكم واظفر يدي بدمكم، انا هبلغ عنكم البوليس عشان تعيشوا بعاركم طول عمركم قدامي. استنى، لو عايز تحاسبهم حاسبني انا، انا اللي قلت لهم يسرقوا الفلوس. بالظبط، حاسبها هي، هي اللي قالت لنا نسرق. يلا خدها بقى قدامه ريتاج. انت يا ريتاج؟ ليه يا بنت الناس؟ ناقصك فلوسي ياك، قلت لك قبل كده لو محتاج حاجه انا اللي جبت سداد. الفكره مش في كده، سيد عليه فلوس ولو ما دفعهاش هيقتلوه، وانا بصراحه افدي سيد بروحي. الموسيقى المؤثره دي، امسك نفسك يا عم سكر. ده دعاء بنت الريتاج، الست اللي تعمل كده مع جوزها لا يمكن قلبها يكون مع حد تاني. انا اتاكدت دلوقتي انك مش ليه. ما تقولش كده يا عم سكر، ما تعرفش النصيب شايل ايه. ايه القرف اللي انت بتقوله ده يا سيد؟ ما اصله صعب عليا قوي يا ريتاج. وانتوا كمان صعبتم عليا. بقول لكم ايه، انا عفيت عنكم، لا هبلغ عنكم بوليس ولا دياوله. انت بجد انسان جميل قوي يا سكر، وفعلا انا بحبك زي اخويا.